السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. معادنا النهاردة مع المحاضرة السابعة من كورس CCNA Routing and Switching بعنوان IP Addressing Subnetting Mastery Part 1. بإذن الله تعالى هناخد النهاردة Overview على الـ IP Version 4 Structure، تكوينات الـ IP Version 4، الـ Octets، الـ Binary. هناخد أساليب إعطاء IP لأي PC أو أي نود متوصلة على Network. هناخد الـ IP version port classes، هناخد كذلك الـ IP version port types، وهنفهم بقى الفرق بين الـ classes والـ types، وفي الآخر خالص هناخد الـ challenging test. أنا مبدئيا قبل ما أخش في موضوع المحاضرة النهاردة بخصوص الـ IP version port، حبيت أراجع على بعض الـ key points من المحاضرات اللي فاتت. طبعا الحاجات اللي أنا هراجعها دي من واقع أسئلة الناس الكتيرة عنها، زي مثلا سؤال التحويلات، حول إزاي من الميجا بايت للميجا بت أو من الميجا بايت إلى الجيجا بت والكلام ده كله. فالتحويلات إن شاء الله دي هنراجع عليها النهاردة. كذلك هنتكلم برضو عن او هراجع سريعا على بعض الفانكشنز او ملخص للفانكشنز للسبع طبقات في الاوس اي موديل، بحيث الدنيا ايه تترتب مع الناس والدنيا تبدا تثبت اكتر واكتر باذن الله تعالى. مبدئيا عشان نشرح حته التحويلات دي ببساطه وباختصار، انا دلوقتي ناخد بقى ايه مثال كده. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا سويتش ده تبعا للمسألة اللي كانت في التحويلات. انا دلوقتي عندي سويتش كان متوصل ب سيرفر، و عندي جهاز كمبيوتر. كان بيقول لك ان في فايل مساحته 2 جيجا بايت هيتنقل من السيرفر الى البي سي، بحيث مديك بقى ايه 6 معطيات. المعطى الاول او الجيفن الاول سرعه البي سي، سرعه النتورك كارد الخاصه بالبي سي. المعطى الثاني سرعه البورت اللي واصله من السويتش على البي سي، وكذلك مديك سرعه ايه، مديك سرعه اللينك. يبقى انت عندك هنا 3 معطيات. حلو كده. طيب اما نتكلم عن البي سي، نتكلم عن البي سي سويتش، ف اول معطى ان البي سي سبيد هيشتغل على 100 ميجا بت بير سكند. طيب وكذلك قال لك ان البي سي سويتش لينك، يعني سرعة اللينك او سرعة الكيبل، اقصى سرعة يقدر يشيلها الكيبل المتوصل من البي سي الى السويتش، قال لك برضو ان هي 100 ميجا بت بير سكند. طب ده كلام جميل جدا. المعطى الثالث قال لك ان سرعه البورت اللي واصل من السويتش على البي سي، يعني نقول مثلا البي سي سويتش بورت سرعته 10 ميجا بت بير سكند. طيب والله ده كلام جميل جدا. طيب ده فيما يخص ايه البي سي سويتش. طيب الحاجه الثانيه قال لك ان السيرفر الى السويتش، من السيرفر الى السويتش، قال لك اول حاجه ان السيرفر سبيد، سرعه السيرفر 10 او 10 جيجا بت بير سكند. طيب تاني حاجه ان السيرفر سويتش لينك اقصى سرعه يقدر يشيلها اللينك 1 جيجا بت بير سكند. طيب وقال لك ان السيرفر سويتش بورت،
يعني البورت اللي طالع من، يعني مديك هنا سرعه السيرفر، سرعه النتورك كارد بتاعت السيرفر 10 جيجا بت بير سكند، سرعه اقصى سرعه يقدر يشيلها اللينك الواصل او الكيبل الواصل من السيرفر الى السويتش 1 جيجا بت بير سكند، وكذلك سرعه البورت من السويتش الى السيرفر كام بقى؟ قال لك برضه 1 جيجا بت بير سكند. طيب ده كلام جميل جدا. طيب هنبدأ نحل المسألة ازاي. هو طالب التايم اللي هيتنقل في الفايل من السيرفر الى البي سي. طيب انا دلوقتي عشان اقدر احل عشان اقدر احل المسألة ببساطة، اول حاجة كده تمام، غير بس ايه لون البرش عشان الدنيا تبقى ايه واضحه. انا هحسب الاول التايم، هحسب الاول التايم اللي هيتنقل دلوقتي الفايل هيتبعت من السيرفر الى البي سي، فلذلك انا هحسب التايم اللي هيتنقل بيه الفايل من السيرفر الى السويتش ثم من السويتش الى الايه البي سي. طيب كده طيب تمام جدا. فهقول ان التايم اللي هيتنقل بيه الفايل من السيرفر الى السويتش هيكون اكس 1، وكذلك هقول ان التايم اللي هيتنقل فيه الفايل من السويتش الى البي سي هيكون اكس 2. طيب ده كلام جميل جدا. هحسب الاكس 1 وهحسب الاكس 2 اجمعهم على بعض، يبقى انا كده ايه جبت التايم انترفال اللي هيتنقل فيه الفايل من السيرفر الى البي سي ات اول. طيب مبدئيا قبل ما ابدا احل التحويلات ايه قصتها، بصوا يا شباب، اول حاجه عايزين نعرف ان ال1 بايت، ال1 بايت فيه كام بت؟ يلا قولوا يا جماعه. ال1 بايت فيه، ايوه فيه 8 بت. طيب ال1 كيلو، ال1 كيلو اها بايت في كام؟ ال1 كيلو بايت في كام بايت؟ في 1024 ها بايت. طيب ده حلو جدا. طيب ال1 ميجا، ال1 ميجا بايت في كام كيلو بايت؟ هتقول لي في 1024 كيلو بايت. بصوا بتتكتب ازاي، كي بي ابر كيس بي كابيتال. طيب ال1 جيجا بايت بتتكتب كده، ال1 جيجا بايت كام ميجا بايت؟ هتساوي 1024 ميجا بايت. بي برضو ابر كيز، يعني لو انا قلت لك ميجا بايت البي الخاصه بالبايت، اصل هما الاثنين بي لور كيز، يعني انا سواء قلت بت البت ده البي دي هنا لور كيز، وكذلك لو قلت بايت البي هنا ايه برضو لور كيز لو انا جيت قلت بايت هنا، ولكن انا بفرق ما بينهم في الوحدات في الاختصارات، ان انا بكتب البي بتاعت البايت بكتبها بالكابيتال، وبكتب البي انا اسف هنا بي يعني هنا بي هنا بي بوك يعني مش بي بن مش البي دي. طيب فهم الاثنين بي بوك اوكي، ولكن انا بفرق ما بينهم في الوحدات في الاختصارات، ان انا بكتب البي بتاعت البايت بالكابيتال وبكتب البي بتاعت البت بالايه بالسمول. طيب ده كلام جميل جدا. ده ال1 جيجا بايت بيساوي ايه 1024 ميجا بايت. طب ده كلام جميل جدا، انا دلوقتي عرفت التحويلات الاساسيه بتاعتي. طيب لو انا عندي مثلا مساحه، عندي مثلا فايل السايز بتاعه 100 اوكي ميجا بايت، وانا عايز احوله الى ميجا بت، عايز احوله الى ميجا بت، ها هنعمل ايه؟ انا هقول لك الميجا بايت دي انا عايز انا الميجا، طالما هي الميجا هنا طب تمام جدا، البايت انا عايز احول من البايت للبت، البايت فيه كام بت؟ البايت هتقول لي هنا من فوق اهو في 8 بت، يبقى انا عشان احول ال 100 ميجا بايت الى الفايل السايز بتاعه من الميجا بايت الى الميجا بت، فهضرب السايز بتاع الفايل في كام؟ في 8 صح ولا لا؟ ف هيساوي 800 او 800 ميجا بت. طيب افرض بقى انا عندي فايل مساحته 1 جيجا بت بير سكند، 1 جيجا بت بير سكند دي يعني سرعه 1 جيجا، لا انا اسف هنقول هنا 1 جيجا بايت، فايل مساحته 1 جيجا بايت، طب انا عايز احوله الى الميجا بت
الميجا بت. طب احول 1 جيجا بايت الى ميجا بت ازاي؟ اه خلي بالك بقى، ده انت هتحول من الجيجا الى الميجا، وهتحول من البايت الى البت، صح ولا لا؟ هتقولي المفروض اه صح. اذا طالما انا هحول من كبير الى صغير، من وحده كبيره اللي هي الجيجا الى وحده صغيره اللي هي الميجا، وكذلك هحول من البايت اللي هو الوحده الكبيره الى الوحده الصغيره اللي هي البت، فكذلك انا هضرب. تمام؟ فانا بصوا يا شباب، طالما انا هحول من وحده كبيره الى وحده صغيره فانا هضرب، لان هي الوحده الكبيره عباره عن وحدات صغيره. تمام كده؟ فانا دلوقتي مثلا عندي دي ايه؟ افرض دي سميتها البلوك ده كله انا سميته ال، والسيجمنت الواحده من ال دي سميتها اكس، فانا عشان فال بتساوي كام اكس؟ ال بتساوي 1 2 3 4، ال بتساوي 4 اكس. طب لو انا قلت لك انا معايا 2 ال، فهتقول لي 2 ال بتساوي 4 اكس، اللي هي ال قيمه ال الواحده في 2 يعني 8 اكس، وهكذا. فانت عندك البايت في 8 يعني 8 سيجمنت، انا سميت السيجمنت الواحده بت. كذلك مثلا الميجا بايت، الميجا بايت دي انا فيها 1024 سيجمنت من الكيلو، الكيلو في 1024 سيجمنت من البايت، زي ما انا قلنا البايت في الا في 8 سيجمنت من البت، وهكذا. فانا هحول من الجيجا الى الميجا، فانا كذلك يبقى انا هضرب الواحد في عشان في 1024، ال 1024 دي ليه؟ عشان احول من الجيجا الى الميجا. طب عشان احول من البايت الى البت فهضرب كذلك في ايه؟ في 8. طب ده كلام جميل جدا. طب لو انا لو انا معايا مثلا حاجه 2048 و40 ميجا بت، انا عايز احولها الى جيجا بايت. ها اه خلي بالك بقى، ده انا كده ايه، من صغير لكبير. انا كان احمد رأفت قال لكم من شويه لو انت هتحول من كبير لصغير هتضرب، يبقى طب لا، يبقى اكيد بالتبعيه لو انت هتحول من صغير الى كبير فانت هتعمل ايه؟ هتقسم. طيب ده كلام جميل، ف2048 هقسمها على كام؟ هقسمها على 1024 عشان احول من الميجا الى الجيجا، وكذلك هقسمها على 8 عشان احول من الايه البت الى البايت. يعني لو انا جيت قلت لك بما ان يعني ان انا مثلا معايا 16 بت، ال 16 بت في كام بايت؟ هتقول لي المفروض في 2. هقول لك طب اشمعنى؟ هتقول لي لان الواحد بايت في 8 بت، فبين ان انت عندك 16، عندك 16 بت، فال 16 بت فيهم ايه؟ عباره عن 2 بايت. فانا كده حولت، وريتك كده مثال التحويل من وحده كبيره الى وحده، وحده كبيره الى وحده اصغر، وكذلك من الجيجا بت او من الجيجا بايت الى الميجا بت، وكذلك وريتك المثال اللي بيحول من الوحده الصغيره الى الايه، الوحده الكبيره. طيب كل الرغي ده اللي بنرغيه ده عشان ايه؟ اه المشكله يا شباب، الاشكاليه في السؤال ده، الاشكاليه في السؤال ده بس اظبط ايه حاجه كده. فانا ايه بقى، همسح الايه القصه دي كلها، التحويلات كده اظن التحويلات كده بقت مفهومه. نحل بقى ايه المساله. طيب بصوا يا شباب بقى، انا دلوقتي عايز احسب ايه اكس 1. انا دلوقتي عندي سرعه السيرفر 1 جيجا 10 جيجا و10 جيجا بت، وسرعه السويتش على بورت السويتش على السيرفر 1 جيجا، سرعه اللينك اقصى سرعه يقدر يشغل اللينك 1 جيجا، فانا هاخد ايه اقل مساحه. طيب المفروض اكس 1، المفروض اكس 1 كتايم، تمام كده، هيساوي ايه؟ هيساوي حجم الملف، حجم الملف اللي هو 2 على ايه؟ على السرعه. هم هيشتغلوا على سرعة كام؟ هم هيشتغلوا على سرعة 1 1 جيجا بت. ولكن المشكلة اللي انا عندي هنا الاتنين دي بالجيجا بايت، والمشكلة ان انا عندي الواحد دي بالايه؟ بالجيجا بت. فانا بالتالي يحول الواحد الى الجيجا بايت، او يحول الاتنين الى ايه؟ ايه الجيجا بت. طيب فطب انا اوكي، يعني انا عندي هنا السرعة بالجيجا بت وعندي السايز بالجيجا بايت، فانا الاختلاف وحدات ما ينفعش اقسم واجيب تايم، لا لازم الاثنين يكونوا من نفس الوحده، نفس اليونت. طب انا هحول الاثنين الى كام؟ انا هحول الاثنين من جيجا بايت الى جيجا بت، فانا عشان احول من الجيجا بايت الى جيجا فانا كده مش هضرب في حاجه، عشان احول من جيجا لجيجا، ما هم نفس الايه؟ نفس الوحده في الجيجا، لكن هحول من البايت الى البت فهضرب من كام؟ هضرب بكام؟ ب 8. طيب ده كلام جميل جدا. فأنا عندي
هو تقريبا كان تقريبا هنا مش 2 جيجا، مش 2، هو كان 25. تمام. طب انا همسح الحتة دي كده ونكتب هنا 25، 25 جيجا بايت. اوكي طيب نرجع تاني، فانا هضرب هنا 25 ب 8 وهقسمها على ايه، 1. فال 25 جيجا بايت لما تضرب ب 8 تتحول الى جيجا بت، فهينتج لي 200 على كام، على 1، صح ولا لا؟ انا عشان اجيب التايم لازم اقسم الفايل سايز او مساحه الفايل على السرعه، تمام؟ لان انت برضو ان يعني انت عندك اصلا قانون اللي هو بيقول لك ايه، ان في اللي هي السرعه او الفيلوسيتي بتساوي ايه، بتساوي اكس على كام، بيساوي اكس على تي. يعني انت عايز تحسب سرعه جسم بتحسب المسافه اللي هو قطعها على الزمن، صح كده؟ طب لو انا عايز احسب الزمن، فانا بقول ان الزمن بيساوي الاكس المسافه اللي هو قطعها على ايه، على السرعه. فانا الاكس هنا موازي عندي لايه، للفايل سايز، والفي هنا السبيد موازي عندي للسبيد بتاع ايه، اللينك اللي هيشتغل من السيرفر الى السويتش. فهنا هيساوي 200 على 1، فهيساوي ايه، 200 سكند. حلو قوي كده. طيب فانا دلوقتي عندي جبت الاكس 1، الاكس 1 هتساوي كام، هتساوي 200 سكند. طيب هنعمل حته هنا على جنب بقى. طيب في ال 200 ثانيه دول السويتش عمال يستلم ايه، كل ثانيه بما على حسب السرعه بقى، لان هو شغال على 1 جيجا بت بير سكند، كل ثانيه عمال يستقبل 1 جيجا بت، 1 جيجا بت، 1 جيجا بت، 1 جيجا بت. الفكره بقى ان في الثانيه، في كل ثانيه السويتش هيستلم 1 جيجا بت من السيرفر، هيطلع 100 ميجا بت، 10 ميجا بت الى ايه، الى ايه، البي سي. لان احنا اتفقنا ان السرعه من السيرفر الى السويتش هيشتغلوا على 1 جيجا بت بير سكند، ومن السيرفر من السويتش الى البي سي هيشتغلوا على كام، هيشتغلوا على 10 ميجا بت بير سكند. طيب ده كلام جميل. يبقى انا كل 1 جيجا بت بير سكند السويتش بياخدها من السيرفر هيطلع منها ايه، 10 ميجا بت بير سكند الى البي سي. فانا عايز احسب في ال 200 ثانيه دول اثناء انتقال او اللي استغرقهم الفايل عشان يتنقل كاملا من السيرفر الى السويتش، الفايل ده اتنقل منه قد ايه من السويتش الى البي سي خلال ال 200 ثانيه دول. فانا هعمل ايه، فانا كده عايز اجيب ايه، انا كده عايز اجيب الفايل اللي اتنقل الى ايه، السويتش بنهايه ال 200 ثانيه. فانا القصه بتاعتي هتكون ماشيه ازاي؟ بصوا يا شباب، انا عندي الفايل السايز بتاعه كام، 25 جيجا بايت، فاتنقل منه شويه في ال 200 ثانيه. فانا بعد انتهاء الاكس 1، بعد انتهاء، بما ان انا هجمع الاكس 1 على الاكس 2، بعد انتهاء الاكس 1 انا عايز اشوف هو وصل للبي سي قد ايه، وصل للبي سي قد ايه من ال 25 جيجا بايت، ولا هيتبقى، ولا هيتبقى مثلا اتبقى لي، يعني هو مثلا اتبعت في ال 200 ثانيه طول 2 جيجا، 2 جيجا بايت الى الايه، الى البي سي. فالمتبقي في السويتش بعد انتهاء ال 200 ثانيه عشان يبعته للبي سي قد ايه؟ هتقول لي المفروض بما ان هو بعت له 2 جيجا بايت بانتهاء ال 200 ثانيه، فهيتبقى مثلا 23 جيجا بايت في السويتش. فبالتالي اصبح ال 23 جيجا بايت هي اللي هتتنقل من السويتش الى البي سي بعد انتهاء ال 200 ثانيه. واضح كده؟ فانا عايز احسب الايه، المساحه او مساحه الفايل المتبقيه في السويتش اللي هتتنقل الى الايه، البي سي، مساحة الفايل المتبقية اللي هتتنقل من السويتش إلى البي سي بعد انتهاء ال 200 ثانية. فأنا عشان أوصل للحتة دي لازم أحسب الفايل اللي هيتنقل خلال ال 200 ثانية وأطرحه من الحجم الكلي للفايل، فهينتج لي الحجم المتبقي من الفايل على السويتش بعد انتهاء ال 200 ثانية، واللي هيروح الى واللي هيروح الى الايه، البي سي. طيب ده كلام جميل جدا. احسب الكلام ده ازاي؟ بمنتهى البساطة، انت احسب بما ان انت عندك 200 ثانية وعندك سرعة، فانت المفروض ال 200 ثانية والسرعه عندك كام، 10 ميجا بت بير سكند، فانت المفروض ال 200 ثانيه دول يتبعت فيهم كام، هيتبعت فيهم 2000 ميجا، 2000 ميجا بت من من السويتش الى الايه، البي سي. طب ده كلام جميل جدا. فانت هيكون عندك في 2000 ميجا بت اتنقلوا من الايه، من السويتش الى ايه، البي سي، خلال ات اكس 1. واضح كده؟ طب ده كلام جميل. فانا هطرح ال 2000 ميجا بت من ال 25 جيجا بايت، هيتبقى لي الفايل سايز او مساحه الفايل المتبقيه على السويتش، واللي هتتنقل من السويتش الى البي سي بعد انتهاء الايه، ال 200 ثانيه. فانا هطرح ايه، ال 2000 من ال 25 ما ينفعش لان السرعات ايه، مختلفه. طيب انا اسف، لان اليونتس مختلفه. طيب فانا هعمل ايه بقى، هطرح 25 ناقص 2000، 2000 دي هحولها لجيجا بايت، يعني هحول من وحده صغيره لوحده كبيره، يعني اقسم، صح ولا لا؟ اقسم مره عشان احول من الميجا الى الجيجا، واقسم مره كمان عشان احول من البت الى الايه، البايت. فانا هقسم، انا هطرح 25 ناقص 2000 على 1024 عشان احول من الميجا
الى ايه الجيجا، وفي 8 عشان احول من الايه البت الى من البت هنا الى البايت هنا. واضح كده؟ طيب فانا ايه هنطلع ايه الكالكوليتر عشان ننجز. فانا هقسم 2000 على 1024 على 8، فهينقول لي اللي انت المتبقي عندك 244. طيب ده كلام جميل جدا، فانا هطرح 25 ناقص 0.244، فيتبقى لي 24.7. طب انا عايز برضو ايه اتاكد، انت عندك ال 200 ثانيه دول اتبعت فيهم اتبعت فيهم، والسرعه انت عندك 10، فانت اتبعت فيهم ال 200 في 10، 200 في 10 ف 2000. طيب فانا هقول برضو ان 2000 على 1024 على 8، كده حولت من الميجا بت الى جيجا بايت. ده كلام جميل جدا. او ممكن اعمل حاجة ان انا احول 25 جيجا بايت دي الى ميجا بت، لكن مش مشكلة. 25 ماشي، يبقى 200 او 25 ناقص 0.244، فهيتبقى لك 24.7. ده كلام جميل جدا. فانت عندك ال 24 وال7 هنا، 24 وقول و8 من 10، او نقول 24 و756، فانت 24 هيتبقى لك 24.756. ده حجم الفايل اللي هيفضل موجود في السويتش بعد انتهاء ال 200 ثانيه، والسويتش هيبعت ده بقى الى الايه الى البي سي. طيب طب انا عايز اشوف بقى ايه الفايل ده هيتنقل الى البي سي في قد ايه. ده الفايل ده بالايه، ده بالجيجا بايت صح ولا لا؟ ده بالجيجا بايت. طيب انا هنقل على سرعه كام؟ هنقل على سرعه 10، المفروض هنقل على سرعه 10 ميجا بت بير سكند، فانا عايز احول من الجيجا الى الميجا ومن البايت الى البت، يعني هضرب. واضح كده؟ طيب فانا عندي 24 في 1024 عشان احول من الجيجا الى الميجا، في 8 عشان احول من من البايت الى البت، وبعدين هقسمها على 10، هيقول لي 20280، يعني يقول 20280 هي المفروض 0.1. يعني ايه انا هنعمل اجنور للبوينت 1 دي، وهجمع يبقى انت عندك الاكس 2، يبقى انت عندك هنا الاكس 2 هيساوي 20280 ايه 280 ثانيه. طيب فالتايم عندك هيساوي كام؟ هيساوي 20480 ثانيه، ده بالايه بالثانيه. طب انا عايز احول للاور، حلو، فانا هقسم 20480 على 3600. طبعا بقى مش محتاج افهمك يعني انا ليه قسمت على 3600. طيب فانا هقسم ال 20480 على 3600، فهيديني 5 ها 0.69 بالتقريب، يعني لان هو المفروض 5 0.68888 انفينيتي بقى، فانا هقربها الى 5.69، وده الحل بتاعه. اتمنى الموضوع ده يكون ايه يكون مفهوم. اوكي طيب نبدا نرجع لل ناخد بقى ايه نبدا في شرح المحاضره. بس قبل برضو ما اشرح الايه المحاضره، عايزين نراجع على بعض الوظائف في الاو اس اي موديل. فانا همسح بقى هنا، كبر دي شويه. انا بفرض عندي بي سي متوصل ب بي سويتش، اوكي السويتش ده متوصل براوتر، الراوتر ده متوصل براوتر تاني، الراوتر التاني ده متوصل ب سويتش، السويتش ده متوصل الى بي سي. فانا هوصل مثلا البي سي ده هقول بي سي اي، وده هيكون بي سي بي، والبي سي اي النتورك هنا العنوان بتاعها 10 مثلا دوت 0 دوت 0 دوت 0 سلاش 24. فبما ان انا عندي سلاش 24 يعني انا عندي 255 255 255 بوينت اي بوينت 0، فاقول ان الراوتر هنا واخد بوينت 1، يعني الراوتر عنوانه 10 0 0 1، البي سي هياخد بوينت 2. هنا النتورك هنا هقول 11 دوت 0 دوت 0 دوت 0 سلاش 24، فهقول ان الراوتر مثلا هنا واخد بوينت 1، الراوتر هنا واخد بوينت 2، فالراوتر ده مثلا ده هقول ده R1 وده R2، فR1 واخد 11001
R2 11002، وكذلك انا عندي هنا النتورك العنوان بتاعها 192.168.1.0/24، فالراوتر هنا واخد 0.1، البي سي هنا واخد 0.2. طيب بفرض ان بي سي اي هيداونلود فايل اف تي بي من بي سي بي، يعني هو هيروح لاف تي بي، هيروح الاول للبي سي للبي سي بي سي بي اللي هو البي سي ده، يعني بلاش نقول بي سي بي دي عشان ايه ما تلخبطناش، اقول مثلا ده البي سي ده مثلا بي سي 2 وده هيكون بي سي 1، فبي سي 1 عايز يروح لبي سي 2 يداونلود منه فايل اف تي بي، فطبعا بالبدايه بي سي 1 هيروح لبي سي 2 وهيقول له وهيخش عليه اف تي بي من الاف تي بي بورت، والاف تي بي ده بالمناسبه تي سي بي، وهيقول له انا عايز اداونلود الايه الفايل. طيب بالمناسبه انا عندي بقى ايه هنا الوصاي موديل، عندي هنا طبقة الابليكيشن هكتبها كده اب، عندي طبقة البريزنتيشن بي ار بريزنتيشن، وعندي طبقة الاس اللي هي السيشن، عندي طبقة التي اللي هي الترانسبورت، عندي طبقة النتورك، عندي طبقة الداتا لينك، وهنعمل طبقة كمان اللي هي الايه اللي هي الفيزيكال. انا مش عارف اشمعنى الفيزيكال دي اللي كتبتها كلها يعني، بس مش مشكله. فانا عندي بي سي 1 هيطلع باكت الى بي سي 2 رايحه على اف تي بي. طيب فانا هعمل الايه، هوب افتح الايه القطر بتاعي. تمام، اول حاجه في القطر بصوا بقى، الداتا هتنزل من الابلكيشن الى برزنتيشن الى السيشن على الترانسبورت. الترانسبورت هيعمل ايه في الداتا؟ هيعمل لها سيجمنت، يعني هتنزل حته واحده وهتروح الى الترانسبورت. الترانسبورت هيعمل لها عمليه ايه؟ سيجمنتيشن. انا بتكلم والداتا هنا عند بي سي 1. اوكي طيب السيجمنت الواحده، السيجمنت الواحده هقول ان هي مثلا دي داتا. اوكي الداتا اهي، الداتا نزلت على الترانسبورت اتعمل لها سيجمنتيشن، فانا هفترض الداتا دي هي السيجمنت يا شباب، انا يعني هفترض دي سيجمنت من ضمن يعني ايه حته من ضمن الحته الكبيره اللي فوق. طيب الترانسبورت، الترانسبورت اول حاجه هيقول هل الكونكشن تي سي بي اور يو دي بي. طيب انا هشتغل على بروتوكول ايه؟ هشتغل على بروتوكول اف تي بي فايل ترانسفير بروتوكول، واحنا عارفين من المحاضرات اللي فاتت ان الاف تي بي ده تي سي بي بروتوكول، فانا هشتغل على تي سي بي بروتوكول. طيب ده كلام جميل جدا. محتاج احدد ايه كمان؟ محتاج احدد السورس بورت، ومحتاج احدد الديستنيشن بورت. طب البي سي ده عشان يطلع بي سي 1 هيروح لبي سي 2 هيطلع من الديستنيشن بورت كام؟ انا جيت قلت لك ان النمبر اوف بورتس ده في التي سي بي او اليو دي بي من 1 الى 65535، ولكن من اول 1000 من اول انا اسف من اول 1 من اول 1 الى 1023 ده ويل نون بورتس، يعني بورتس محجوزه الى البروتوكولات المشهوره، وفيما بعدها بقى ايه من اول 1024 الى 65535، فانت عندك في الرينج ده البي سي بيختار البورت اللي يخرج منه، يعني البي سي هيخرج من بورت هيتراوح من 1024 ل 65535، والويندوز او اللينكس او الاوبريتنج سيستم هيختار البورت ده دايناميكلي. تمام كده، فانا هفرض ان هو هيختار هيطلع من 1025. طب الديستنيشن بورت، الديستنيشن بورت يبقى انت محتاج تعرف البورت اللي هيلعب عليه الاف تي بي، لان بي سي 2 هيدخل على بي سي 1 هيدخل على بي سي 2 على الديستنيشن بورت الايه الاف تي بي. واضح كده؟ طب البروتوكول بتاع الاف تي بي، البروتوكول بتاع الاف تي بي البورت الخاص بيه كام؟ البورت الخاص بيه 21. طيب ده كلام جميل جدا. فانا كده دول نعمل هنا ايه سويتش اهو، فانا كده دول يا شباب دي بتسمى سيجمنت. هتقول لي الله هو انت يا باشمهندس مش قلت ان الداتا دي هفترض ان هي السيجمنت الواحده؟ اقول لك بس انا الشريحه اللي بتنزل من الترانسبورت الى النتورك بيتضاف عليها بقى هل هي تي سي بي ولا اي دي بي ولا سورس بورت ولا ديستنيشن بورت، وكذلك شويه حاجات تانية، في حاجات بقى اللي هي السين فلاج والكلام ده، بس طبعا ده مش عليك في المنهج. فكل ده بيسمى سيجمنت، فالحته دي كلها بالاضافات بالتحابيش اللي الترانسبورت بتحطها قبل ما تنزل الى النتورك دي بتسمى ايه؟ سيجمنت، الوحده دي بتسمى سيجمنت. طيب حلو قوي، هتنزل السيجمنت دي عند النتورك، النتورك هتعمل ايه؟ النتورك هتقول السورس اي بي الديستنيشن اي بي، السورس اي بي كام؟ 10.0.0.2، لان بي سي 1 طلع بي سي 2 هيحط السورس اي بي، يحط الاي بي بتاعه. طب الديستنيشن اي بي هيبقى 192
دوت 168 دوت 1 دوت ها دوت 2. حلو قوي كده، ده كله على سلاش 24 وده على سلاش 24. هنا بقى بي سي 1 هيسأل نفس السؤال، هل الاي بي بتاع بي سي 2 ديستنيشن اي بي معايا في نفس النتورك ولا لا؟ تمام، فهيعمل الجدول. حلو، الجدول هو فيه النتورك وفيه الهوست، هيقول ان العنوان بتاعي 10.0.0.0، ده عنوان نتورك اللي فيها اي بي سي 1، ورقم الهوست بتاعي 2. طب العنوان بتاع النتورك اللي فيها بي سي 2 192.168.1.0، والهوست بتاعه كام؟ 2. فهيلاقي الاثنين دول مختلفين مش ماتشنج، فهيقول اذا بي سي 2 از اوت اوف ماي نتورك، بره النتورك بتاعتي. فبالتالي هيعمل دلوقتي، هو ليه سأل نفس السؤال ده؟ سأل نفس السؤال ده عشان بصوا يا شباب بقى، يعني انا عايزك تفهم الحته دي. لا، لو انا مثلا عندي، هفترض جهاز افتراضي كده، ان انا عندي بي سي 3، والبي سي 3 ده واخد اي بي 10.0، لا بقى مش هكتب بقى الاي بي نتورك، انا كاتبه فوق، هكتب اللي هو واخد مثلا دوت 3، فالاي بي بتاعه كام؟ دوت 3. وعشان برضو ايه، استضح في المثال وافسره، انا هقول ان الماك ادرس بتاع بي سي 1 4 وحيد، بي سي 3 4 اتنينات، اوكي، والراوتر هنا بي سي الماك بتاعه اللي جوه اللان هيكون 4 تلاتات، والراوتر الناحيه الثانيه راوتر 1 الناحيه الثانيه هيكون 4 اربعات، والراوتر 2 هيكون الناحيه اللي فيها ناحيه النتورك اللي فيها 11 هيكون 4 خمسات، وناحيه النتورك اللي هي 192 دي هتكون 4 ستات، والبي سي 2 هيكون الاي بي بتاعه 4 سبعات، انا اسف الماك ادرس بتاعه ايه 4 سبعات. بصوا يا شباب، لما كان بي سي 1 عايز يبعت لبي سي 3 فهيحط الجدول، هيكتشف ان بي سي 3 في نفس النتورك مع بي سي 1 ولا لا؟ هتقول لي اه. هقول لك اذا اما يجي يعمل ارب، هيعمل ارب على ال 10.0.0.3 ولا لا؟ يعني هيقول ان الجهاز اللي الاي بي بتاعه 10.0.0.3 الماك ادرس بتاع، ابعت لي الماك ادرس بتاعك، ده الايه الرساله الارب اللي الايه بي سي 1 هيدخلها في السويتش، والسويتش هيطلعها برودكاست، يعني هتطلع لكل، هتطلع اوت اوف اول بورتس. تمام، هيقول في رساله الارب يا بي سي 3 يعني يا 10.0.0.3 لو انت موجود ابعت لي الماك ادرس بتاعك. تمام كده، فدي ايه فايده الارب وفايده ان هو يعرف بي سي 3 ده معايا في نفس النتورك ولا لا. حلو قوي كده. طيب انا اسالكوا سؤال، هل الراوتر الارب ده مش برودكاست؟ هتقول لي اه. هقول لك طيب تمام، الراوتر بيعدي البرودكاست ولا لا؟ هتقول لي لا، المفروض الراوتر من مهامه الاساسيه اللي هو بيستوب البرودكاست، بيستوب البرودكاست من هي تعدي، لكن هو بيستقبلها لكن ما بيعديهاش. طيب انا هسالك سؤال بقى، بما ان البي سي 2 از اوت اوف ذا لان بتاعت ايه، بتاعت بي سي 1، يبقى هل بي سي 1 يقدر يعمل ارب وياخد الماك ادرس بتاع بي سي 2؟ هتقولي لا، لان هو لما يجي يبعت ارب برودكاست الراوتر 1 هيوقفها. طب انا حتى لو انا خليت راوتر 1 يعدي البرودكاست، طب بس راوتر 2 هيوقفها. فاذا بما ان الجهاز اكتشف ان بي سي 2 مش معاه في نفس النتورك، فبدل ما هيعمل 4 على 10 على 192.168.1.2، لا هيعمل 4 على 10.0.0.1. تمام كده، هيعمل 4 على 10.0.0.1. ليه؟ لان دلوقتي هو هيبعت السيجمنت الى الراوتر. طب انا دلوقتي عندي السورس ماك كام بقى؟ 4 وحايد. الديستنيشن 4 وحايد، الديستنيشن ماك هيكون كام؟ ما هو عشان يحط في خانه الديستنيشن ماك لازم يعمل ارب، لازم يعرف الماك ادرس بتاع الجهاز اللي هيبعت له. هو هيحط في الديستنيشن ماك الانترنال ماك بتاعت ايه الراوتر اللي داخل على اللان اللي هي 4 تلاتات. الراوتر هيستلم الايه السيجمنت، بس قبل ما اتكلم ان الراوتر استلم السيجمنت، البي سي هيحط السي ار سي سايكليك ريدندنسي تشيك، وهيحط مثلا قيمه 010، كل ال 0101، كل السي ار سي كل اللي بيتكلم عنه ان البي سي هيدخل الداتا على اي سي هايه موجوده في كارت اللان اي سي هايه كده، شريحه كده على كارت اللان بتخش فيها كل سيجمنت. تمام كده، بتخش فيها كل ايه، كل شريحه من الداتا بتخش في الاي سي هايه دي، والاي سي هايه دي بتطلع رقم مثلا، ان يعني بتدخلها على عمليه حسابيه، بتدخل الداتا على الماثيماتيكال الجوريزم. فما يقول مثلا ان ناتج دخول الداتا على الماثيماتيكال الجوريزم دي هتكون مثلا زي ما انا قلت 0101، زي ما انا كاتب هنا. فايده السي ار سي ايه؟ ان انا عندي بي سي 2 ميجا يستلم الداتا، هيدخل الداتا برضو على نفس الماثيماتيكال الجوريزم، فلو طلع 0101 يبقى الداتا ما حصلهاش ايه، ما حصلهاش دمج او تغيير، ولكن لو طلع مثلا 0100 لا كده في تغيير،
عند بي سي 2 عن بي سي بي سي 1، فكده يبقى الداتا حصل لها دامج، هوب يعمل ديسكارد للايه للداتا. فدي القصه اللي هتحصل عند بي سي 1. راوتر 1 هيستلم الداتا. انا بقى قلت لك ايه؟ انا قلت لك ان الراوترز باي جنرال بتوبريت على لاير 3. حلو كده، تمام كده. طيب الراوتر هيقرا ايه؟ الراوتر هيقرا السورس ماك والديستنيشن ماك، هيقول ايه ده؟ الداتا مبعوثه لي، لان انا الديستنيشن ماك اللي هو 4 3. اما اقول لك يا شباب، اما اقول لك يا باشمهندسين، اما اجي اقول لكم ان راوتر بي اوبريت او جهاز بي اوبريت على لاير 3، يعني هو بيفهم اللايرات اللي تحته، يعني بيفهم لاير 2 وكذلك بيفهم ايه لاير 1. اما اقول لك حاجه زي الفاير وول بي اوبريت على لاير 4، فافهم ان هو بي سبورت برضه لاير 3 ولاير 2 ولاير ايه ولاير 1. طيب الراوتر هيستلم الباكيت، فهيقرا اللاير 2 ادريسنج اللي هو الديستنيشن ماك والسورس ماك، هيقول ايه ده؟ باكيت مبعوثه لي من 4 وحيد ليا اللي انا 4 3. طيب ولكن الداتا دي مش مبعوثه لي، دي مبعوثه عن طريقي. The packet is sent through me، مبعوثه عن طريقي، لان انا مش الديستنيشن، انا مش الديستنيشن اي بي. فاذا الراوتر هيقوم بوم بوم هيشيل الديستنيشن ماك والسورس ماك ويحط الديستنيشن ماك والسورس ماك جديده. هحط السورس ماك هنا، الاربع اربعات هنا، وهيعمل ارب عشان ياخد الماك ادرس بتاع راوتر 2. فراوتر 2 هيقول له انا الماك ادرس بتاع 4 5. اوكي، فبرضه يستلم راوتر 2 يقول باكيت مبعوث لي لان انا ديستنيشن ماك، صح ولا لا؟ ولكن لما يجي يقرا اللاير 3 ادريسنج هيلاقي نفسه لا، مش انا اللي مبعوث لي الداتا دي، الداتا دي از سنت ثرو مي، مبعوث عن طريقي. فهيشيل برضه السورس ماك، تمام، وهيحط والديستنيشن ماك، وهيحط سورس ماك جديده اللي هي 4 6، وهيعمل ارب على الماك ادرس بتاعت بي سي 2 بقى، خلاص متوصل عنده في نفس النتورك 4 7. يبقى كده الدنيا او الداتا اتبعتت من بي سي 1 الى بي سي بي سي 2. اول ما الداتا توصل الى بي سي 2، هسالك سؤال، البي سي بيوبريت على لاير كام؟ هتقول لي لا ده البي سي ده اي بي سي يا باشمهندس، حسب ما انت قلت لنا ان هو بيفهم السبع ليارات. تعالى بقى، يعني هيقرا الديستنيشن ماك والسورس ماك، صح؟ هتقول لي صح. طيب هيقرا الديستنيشن اي بي والسورس اي بي ولا لا؟ ايوه صح. وبعدين هيقرا الديستنيشن بورت، صح؟ بي سي 2 هيقرا الايه؟ الديستنيشن بورت. هيقول ايه ده؟ يعني الداتا دي مبعوثه عندي، ده عايزه تخش على البورت اللي عندي اللي هو رقم 21. اوكي، انا هفرود الداتا، بي سي 2 بيقول كده، انا هفرود الداتا الى الاف تي بي سوفت وير، السوفت وير اللي عندي اللي شغال بالاف تي بي بروتوكول، تمام كده؟ طب اما يحب بي سي 2 يرد على بي سي 1، طبعا انا هكمل ان اول بقى ما الداتا تترفع الى الاف تي بي سوفت وير، الاف تي بي سوفت وير هيقرا ايه؟ هيقرا الداتا بتاعتها ويعمل بقى ايه بروسيس. طيب بي سي 2 عايز يبعت لبي سي 1 هيعمل ايه؟ هيروح برده الديستنيشن اي بي هو اللي هيبقى السورس اي بي، والسورس اي بي هو اللي هيبقى الايه ديستنيشن اي بي، والسورس ماك هيكون 4 7 4 7، الديستنيشن ماك هيكون ايه 4 6، وهكذا ونفس الايه. وطبعا هيبدل البي سي 2 هيبعت لبي سي 1، فهيبدل بقى عايز يرد عليه، فالسورس بورت بدل ما يكون 21، بدل ما هيكون 1025 هيكون 21، والديستنيشن بورت بدل ما هيكون 21 هيكون كام؟ هيكون 1025. كل حاجه تتحصل لها انفرس. فهمتوا يا شباب؟ اتمنى يكون الكلام اللي انا قلته ده مفهوم، يعني انا حاولت بقدر الامكان ان انا ايه ابسط الدنيا. طيب هناخد ايه بقى النهارده؟ كل دي مراجعه على يعني مراجعه على الحاجات اللي فاتت، الاوفر فيو الاي بي فيرجن بور، هناخد الاوفر فيو الاستراكشر بتاعه الاي بي فيرجن بور، وهناخد البي سي بياخد اي بي فيرجن بور ازاي، والكلاسز بتاعه الاي بي فيرجن بور، وكذلك التايبس الخاصه بالاي بي فيرجن بور، وهنحل التشالنجنج تيست. مبدئيا الاي بي از يوزد فور لوجيكال ادريسنج، زي ما احنا قلنا، زي ما بصوا يا شباب عشان نفهم الحته، يعني انا دايما بفرق، انا كشخص بفرق ازاي ما بين الاي بي والماك والبورت. الاي بي يساعدني من الانتقال من النتورك بتاعتي الى الديستنيشن نتورك، يعني بيساعدني ان اتنقل من الديستنيشن نتورك، انا اسف، من النتورك بتاعتي الى النتورك اللي فيها البي سي، يعني انا خلاص وصلت للنتورك اللي فيها البي سي اللي انا هبعت له، تمام. طيب الماك ادرس هو اللي بيساعدني اني اوصل للجهاز اللي جوه النتورك. طب البورت بيساعدني اني اول ما اوصل للجهاز اني اوصل للبروجرام اللي انا عايز ايه اكوميونيكيت معاه. فده الفروقات اللي ما بين الاي بي والماك والاي بي والماك والبورت. طيب الاي بي عباره عن 4 اوكتتس. بصوا يا شباب كل اوكتت من دول بيسمى بايت، يعني ليه؟ لان كل اكس من دول حتى عباره عن واي 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 واي. الواي الواحده بتتراوح من
0 الى 1، يعني الواي الواحده يا اما 0 يا اما 1. فالاكس دي عباره عن دي بيسموها اوكتت، لان اوكتت يعني ثماني، فالخانه الواحده من الاي بي عباره عن 8 بت، لان البت بياخد يا اما 0 يا 1. فانت لو انت جربت تعمل ال 8 واي دي كلهم اصفار، فانت الاكس عندك هتساوي ايه؟ 0. طب لو انت عملت ال 8 واي كلهم حاد، فانت عندك الاكس هتساوي 255. طيب خدنا برضو من المحاضره اللي فاتت ان اي بي سي لازم يكون عارف الاي بي فيرجن بور بتاعه، الادرس بتاعه. انا عندي هنا مثلا 192.168.1.100، تمام. السبنت ماسك 255.255.255.0، يعني كام بالسلاش؟ ها المفروض عشان تجاوب ما تقوليش 24 مره واحده، لا قول لي يا باش مهندس، بما ان انا عندي 3255، يعني انا عندي في كل اوكتت من دول هقول بس ايه نعدل ال، يعني انا عندي ال 255 دي فيها 8 وحايد وهنا 8 وحايد وهنا 8 وحايد، يبقى عندي 24 واحد. فاذا العنوان ده هيبقى سلاش 24. طيب الديفولت جيت واي 192.168.1.1، ليه الجهاز لازم يكون عارف الديفولت جيت واي بتاعه؟ علشان اما يحب يبعت للبي سي اوت اوف اللان بتاعته، الجهاز هيعمل ارم على الماك ادرس بتاعت الايه؟ الديفولت جيت واي. طيب ده كلام جميل جدا. نتنقل الى الهو كان بي سي اسايند وذ اي بي فيرجن بور. انا هسالكم سؤال يا شباب، يعني سؤال محوري ومهم جدا. لو انا عندي بي سي، لو انا عندي بي سي المفروض يكون لي عنوان على مستوى الماك والاي بي، حلو كده، المفروض تكون متفق معايا على الحته دي. وانا جيت قلت لك ان النتورك كارد بتاع يعني اي نتورك كارد لازم بيطبع عليها الماك ادرس بتاعها. يعني البي سي اول ما بيتحط في النتورك بيكون معاه ماك ادرس اوريدي، لان كارت الشبكه اللي راكب في الكيسه الخاصه بجهاز الكمبيوتر او في اللابتوب عندك ليه ماك ادرس اوريدي جاي من المصنع. ولكن الاي بي لا، البي سي ملوش اي بي، انت توصله مش اول ما توصله يكون ليه اي بي، لازم انت كنتورك ادمنستريتور تديله ايه؟ تديله اي بي. طيب ف انا عشان ادي البي سي اي بي عندي ثلاث طرق: ستاتيك اي بي، دي اتش سي بي اي بي، دي اتش سي بي ريلي. طيب انا عشان افهم الـ 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 القصه دي كلها عملي، احنا هنطبق نتورك، يعني هنعمل كده ايه نتورك بسيطه جدا، واوريك ازاي البي سي بي كوميونيكيت بالستاتيك اي بي، او ياخد اي بي بالستاتيك، او ياخد اي بي بالدي اتش سي بي اي بي، وكذلك ياخد اي بي بالدي اتش سي بي ريلي. بس انا قبل ما اروح ايه للمثال العملي، عايزين نتكلم بصيغه نظريه مبسطه نفهم بيها الفرق. الجهاز لو خد ستاتيك اي بي، لو خد دي اتش سي بي، لو خد دي اتش سي بي اي بي، او لو خد دي اتش سي بي اي بي عن طريق الدي اتش سي بي ريلي. فاحنا هنشرح برضو كده ايه على الوايت بورد القصه ماشيه ازاي. بصوا يا شباب، انا دلوقتي مثلا لو انا عندي نتورك، ادي السويتش اهو متوصل بيه راوتر، والسويتش انا متوصل بيه بي سي، اوكي. طيب انا عندي عنوان النتورك هنا 10.0.0.0/24. فالمفروض البي سي، اي بي سي يعني الراوتر مثلا هياخد بوينت 1، هتوصل بي سي هتديله مثلا كام؟ حتى بوينت 2. بي سي كمان حتى هتقول خلاص اوكي ده هديله بوينت، ده هديله بوينت 3 وهكذا. الفكره ان اي بي سي لازم يبقى عارف الاي بي بتاعه، الاي بي فيرجن بور بتاعه، لازم يكون عارف السبنت ماسك بتاعته، لازم يكون عارف الديفولت اي بي، الديفولت جيت واي اي بي بتاعه، ولازم يكون عارف الدي ان اس سيرفر بتاعه، تمام. انه يعرف الاي بي والسبنت ماسك دي عشان يقدر يحدد حاجتين: النتورك بتاعته ايه، اي بي النتورك بتاعته ايه، وكذلك لو هيبعت لبي سي يعرف البي سي اللي هيبعت له، الديستنيشن بي سي اللي هيبعت له، هل موجود معاه نفس النتورك ولا لا. فده عن طريق ان الجهاز يعرف الاي بي والسبنت ماسك. طيب الجهاز ليه لازم يكون عارف الديفولت جيت واي اي بي؟ لان لو حابب يبعت لبي سي موجود اوت اوف اللام بتاعته، بي سي موجود بره اللام بتاعته، فهيعمل ارب عشان ياخد الماك ادرس بتاعه الاي بي الخاصه بالديفولت جيت واي. يعني هيعمل ارب على الاي بي الخاصه بالديفولت جيت واي عشان يبعت الداتا ايه الى الراوتر. طب ليه البي سي لازم يكون عارف الدي ان اس بتاعته، دي ان اس سيرفر بتاعته؟ عشان البي سي لما يجي يدخل www.facebook.com او اي ويب سايت، يدخله بالدومين نيم عشان يروح الى الدي ان اس سيرفر، يقول له الاسم ده او الدومين نيم ده الاي بي بتاعه كام.
فلازم البي سي، فانت بالتالي لازم البي سي يكون عارف الايه الفور انبوتس دول. طبعا انت عندك مايكروسوفت، انت ممكن تدخل ايه بقى، او اغلب يعني اغلب الاوبريتنج سيستمز انت بتدخل حاجه اسمها البرايمري دي ان اس سيرفر، وكذلك الباك اب او الالترنت دي ان اس سيرفر. بيبقى عنده، يبقى هو عنده اي بيين، عنده تو دي ان اس سيرفر. لو واحد وقع او راح له وما عرفش الدي ان اس ده، ما عرفش مثلا الدومين نيم ده الاي بي بتاعه كام، او لقاه ريكوست تايم اوت يعني ما عرفش يوصل له، ما فيش كونكشن، مش قادر يوصل للدي ان اس سيرفر الاولاني، يروح للالترنت وهكذا. لذلك طبعا لو انت لقيت مشكله ان البي سي عندك مش راضي يخش على النت، اوكي، حاول تعمل، حاول تعرف ان الاي بي، حاول تعرف الاي بي مثلا بتاع الراوتر عندك بينج عليه. طب حاول تبنج على الاي بي بتاع اربع تمانيات، الاربع بي اللي هو بتاع الجوجل. لو البي سي بنج عليه ولكن هو مش عارف يخش على ويب سايت الانترنت، تعرف ان انت عندك مشكله في الدي ان اس. اوكي طيب دلوقتي، فانا البي سي مثلا عندي بي سي 1، البي سي 1 الاي بي بتاعه كام؟ 10.0.0.2. طب السب ماسك 255.255.255.0. اوكي الاي بي بتاع الديفولت كتير بتاعه كام؟ 10.0.0.1. تمام طيب ايه تاني؟ يمسح بس دول. ايه تاني؟ فالدي ان اس بتاعته، الدي ان اس بتاعته مثلا 4 8. انا بفضل اشتغل على الدي ان اس سيرفر بتاع جوجل. اوكي طيب كذلك بي سي 3 يكون عارف الايه الاي بي بتاعه، الديفولت جيت واي، الدي ان اس. الملاحظ يا شباب، الملاحظ ان كل الاجهزه الموجوده في نفس اللان بيبقى ليها نفس السبنت ماسك، اكيد بيبقى ليها نفس الديستنيشن، ليها نفس، انا اسف، ديستنيشن اي بي، لا الديفولت جيت واي او الديفولت اي بي، ويبقى ليها نفس الايه الدي ان اس. اوكي او ممكن تخلي جهاز ليه دي ان اس مختلف عن جهاز تاني، دي مش مشكله يعني، دي لانها بتفرق بس الدي ان اس ده الاي بي، ان الجهاز يطلع عليه عشان يترجم من دومين نيم الى اي بي. تمام طيب اي عنوان نتورك مثلا زي اللي عندي دلوقتي 10.0.0، ليه عايزك تقسمه على ثلاث حاجات، في النتورك اي بي، وده اللي عندي هنا اللي هو 10.0.0.0/24، وكذلك البرودكاست، البرودكاست اي بي، وده بيبقى 10.0.0.255. اوكي يعني انت في خانه الاوكتت، الاوكتت الخاصه بالهوست، انت عشان تجيب البرودكاست اي بي خلي الاوكتتس الخاصه بالهوست سواء واحد اوكتت واحد او اوكتت اثنين خليهم كلهم 255. فانا لو عندي مثلا 10.0.0/16، فانا عندي الاوكتت رقم 3 والاوكتت رقم 4 ده هوست، فتحوله ل 255 255، فيصبح البرودكاست اي بي الخاص بالنتورك اللي هو 10.0.0/16 هيبقى 10.0.0.255 255. وكذلك الافيلبل، الافيلبل اي بي هيتراوح من يعني الاي بيهات اللي تقدر الاجهزه تاخدها. اكيد ما فيش جهاز يقدر ياخد النتورك اي بي، واكيد ما فيش جهاز يقدر ياخد ايه البرودكاست اي بي. تمام طيب بالتالي الافيلبل عندي في الخانه اللي هي الرابعه هيكون ايه، من 1 الى كام؟ الى 254. طيب افرض 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 ان هي 16، يعني انت عندك 10.0.0.0/16، فانا الافيلبل النتورك كام؟ 10.0.0، البرودكاست 10.0.0.255 255. طب الافيلبل هيكون من كام؟ هيكون من 10.0.0.1 الى 10.0.0 ما قبل البرودكاست اي بي، يعني ما قبل، عشان اجيب الاخر افيلبل اي بي ما قبل البرودكاست اي بي. يعني هنا مثلا اخر افيلبل اي بي 254، لان هو ما قبل البرودكاست اي بي اللي هو بواحد، اللي هو 255 ناقص 1 254. فانا عشان اجيب اخر افيلبل اي بي على 16، فانا هقول هطرح بقى ايه الاي بي اللي انا، ايه الاي بي اللي انا لو جمعت عليه واحد هيديني 255 255. المفروض هيكون 255، اوكي 200، انا اسف، لا المفروض هيكون 204، الخط في مشكلة، ايوه هيكون 254.255. ليه؟ لان انا لو جمعت واحد على 255 مش هينفع، هيقول لي 256، بقى هيبقى 255 وهيودي الواحد الناحية التانية، فهيبقى 255 255. فده اخر افيلبل اي بي ينفع معايا
لا 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 انا اسف انا اسف، دي هتبقى غلط، لا تبقى 10 دوت 0 دوت انا اسف، دي هتبقى 255 254، ده اخر available اي بي. لو انا هجمع عليه واحد هيديني 255 255، لان انا لو جمعت الواحد على السكيما دي على 10 دوت 0 دوت 254 255 فهيديني 10 دوت 0 دوت 255 دوت 0، وهبدا اعد تاني. لا المفروض هتبقى كده تمام. فده فطبعا لازم الايه الاجهزه الافيلبل اي بي بتاعتها في اي نتورك، من هنا مثلا بين سلاش 24 بين الاي بي ده هيبقى من واحد لكام؟ ل 254 يعني على 10 0 0 0 سلاش 24. طيب فانا بالتالي ده الارقام اللي بتتحط اللي بيتعد عليها الاجهزه. فانا مثلا الراوتر عندي واخد 0.1، عندي بي سي 1 واخد 0.2، عندي بي سي 3 واخد 0.3، عندي بي سي 4 واخد 0.4 وهكذا. طيب انت ممكن تدي الاي بيات دي للاجهزه استاتيك، ممكن تدي الاي بيهات للاجهزه الايه استاتيك. يعني ممكن بمنتهى البساطه انا عندي البي سي بتاعي هنا اهو، هروح هنا على نتورك شيرنج اند شيرنج سنتر، واروح على تشينج ادابتر سيتنجز، واروح على كارت النتورك بتاعتي. مثلا انا شغال بكارت الواي فاي، اروح على بروبرتيز تمام، واخش على اي بي فيرجن بور، واملى النت الاي بيهات بتاعتي. مثلا انا عندي النتورك بتاعتي 192.168.1.0، فانا هدي هنا مثلا 1.100 اوكي، والسبنت ماسك هو اوريدي حوله 255 اللي هو سلاش 24 يعني، والديفولت جيت واي هيكون 192.168.1.1، دي ان اس البريفيرد دي ان اس سيرفر، و الالترنت دي ان اس 4 3 2ات، بس والدنيا شغاله بيس اند مايند معايا اهو. لو انا جيت كده عملت سي ام دي وجيت كده بينج مثلا 4 8ات، بنكت على جوجل، لو بنك على جوجل يبقى انا عارف اطلع النت، بنك على جوجل اهو، يبقى انا عندي انا دخلت سكيمه الاي بيات صح. طيب انا كده دخلت الاي بي ستاتيك، ودي اول ودي اول طريقه اقدر ادي بيها اي بي لجهاز. طب المشكله لو انت عندك مثلا 150 جهاز في النتورك، هل هتروح ل 150 جهاز 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 وتدي له اي بي؟ طب افرض انت اتلخبطت واديت جهازين نفس الاي بي، هتبقى انت عملت كونفليكت، فدي قصه. فلذلك انا بعمل ايه، دي اتش سي بي سيرفر، جهاز مختص بان هو يدي اي بي هات الى الاجهزه. بتروح دي اتش سي بي سيرفر مثلا هتعمله على الراوتر اوكي، هروح للراوتر ده وهقول له يا راوتر انا عايزك توزع اي بي هات في النتورك اللي هي 10.0.0.0/24. فالراوتر اوريدي بيقول بما ان انت عايزني اوزع اي بي هات في 10.0.0.0 على سلاش 24، يعني انت اكيد عايز ندي اي بيهات من اول كام، من اول واحد الى 254، وبقى ان انا كراوتر واخد اللي هو الواحد، فانا الافيلابل عندي من 2 لكام، ل 254. طب حلو قوي، اذا الراوتر اي مثلا بي سي 2 هي بلجن على النتورك، هيروح عامل دي اتش سي بي ديسكفر، الراوتر هيبعت له دي اتش سي بي اوفر، هيقول الراوتر هيقول له ايه، انا هديك 10.0.0.2 اوكي، فالبي سي يقول اوكي خلاص هاخد الايه دوت 2. ولكن برضو الراوتر لازم يعرف اي بي سي يخش على النتورك مش الاي بي بتاعته بس، صح ولا لا؟ لازم يعرفه الديفولت جيت واي بتاعته ايه، يعني برضو الراوتر لازم يروح لبي سي 2 يقول له الديفولت جيت واي بتاعتك 10.0.0.1، صح ولا لا؟ كذلك الراوتر لازم يقول له الدي ان اس بتاعته ايه، يروح لبي سي 2 يقول له انت البي سي بتاع الدي ان اس سيرفر بتاعك 4 8ات، وكذلك الباك اب دي ان اس سيرفر بتاعك مثلا 4.3 2ات 4.2.2.2، واضح كده؟ فانا الراوتر هنا هيعرف خمس حاجات لاي جهاز هيخش، هيعرفه الاي بي بتاعه، وده عن طريق ان انت بتعرف الراوتر الدي اتش سي بي سيرفر اشتغل على نتورك ايه، فالراوتر عن طريقها هيقدر يحدد الافيلابل اي بيز بتاعته بالطريقه دي. كذلك الراوتر هيدي، فدي اول حاجه هيديها، هيدي خمس حاجات للبي سي، هيدي له الاي بي بتاعته، هيدي له السبنت ماسك بتاعته، كذلك هيقول له الديفولت جيت واي بتاع الديفولت جيت واي بتاعتك كام، وكذلك هيقول له البريفيرد او البرايمري دي ان اس سيرفر بتاعتك كام، وكذلك الباك اب دي ان اس اللي هي 4 مثلا 3 2ات الباك اب دي ان اس بتاعتك كام. واضح كده؟ طيب ده كلام جميل جدا. ده طريقه ان الطريقه الثانيه ان انا بدي ايه دي اتش سي بي اي بي للايه للبي سي، واضح كده. طيب الدي اتش سي بي ريلي ايه قصتها؟ انا هسالكم سؤال نرجع تاني. بصوا يا شباب، هو مش الدي اتش سي بي ديسكفرد اي جهاز عشان ياخد ايه، عشان ياخد اي بي، فهو بيبعت ايه دي اتش سي بي ديسكفر. طب ده كلام جميل جدا. الدي اتش سي بي ديسكفر دي مش برودكاست؟ هتقول لي اه، اقول لك طب تمام جدا. فهل الراوتر هيعدي البرودكاست؟ هتقول لي لا، ده هيوقف، ده الراوتر اساسا بيوقف اي ايه برودكاست. في حالات بتحصل عندي ان انت افرض عندك في النتورك في الشركه عندك اوكي بي مثلا 10 لان او اكتر، يعني مش 10 بقى لان،
يعني عندك مثلا 50 لان، 50 لان. افرض انت عندك هنا الراوتر متوصل على ادي لان ادي لان ادي لان ادي لان ادي لان ادي لان، ورايح على راوتر تاني، والراوتر ده برضو لان 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 لان. فانت مثلا عندك 50 لان، هل هتحط في كل لان دي اتش سي بي سيرفر؟ يعني هتحط دي اتش سي بي سيرفر في كل لان؟ الاجابه لا. ايه الاجابه؟ لا. احنا بقى بنعمل ايه؟ بنحل الاشكاليه دي ازاي؟ لان انا تكلفه يعني في الانتربرايز يا شباب قليل. لما تلاقي انت عندك في البيت الراوتر هو اللي بيديك الدي اتش سي بي، يعني انت عندك في البيت في مثلا الراوتر، انت بتلوجن على النتورك، الراوتر اللي في البيت عندك هو اللي بيدي دي اتش سي بي اي بي للجهاز بتاعك. ولكن انا ما ينفعش اعمل الكلام ده في الشركات اللي فيها نتورك ضخمه، لان الراوتر كده انا هعمل اوفرلود على الراوتر، واضح؟ فانا بضطر اجيب دي اتش سي بي سيرفر. بجيب بقى سيرفر اوكي، بجيبه مثلا اتش بي، او بجيبه باور ايدج بتاع الخاص بديل، وانزل عليه ويندوز سيرفر 2012 او 2008 ايا كان، واشغل على ويندوز سيرفر 2012 الدي اتش سي بي سيرفيس، فيصبح ويندوز سيرفر 2012 هو اللي بيدي اي بي هات. فانا مش هجيب لكل لان دي اتش سي بي، مش هجيب لكل لان دي اتش سي بي سيرفر، واضح؟ طب انا بحل الاشكاليه دي ازاي؟ بمنتهى البساطه، انا عندي مثلا نتورك كده، ادي دي اتش سي بي سيرفر اهو، و انا عندي ال بي سي. اوكي طيب، بفرض ان انا عندي النتورك هنا 10.0.0/24، فانا عندي الراوتر هنا واخد 0.1 اوكي، وانا عندي هنا النتورك 11.0.0.0/24، والراوتر هنا واخد 0.1 وهنا واخد 0.2، وانا عندي هنا النتورك هنا 192.168.0.0/24، وانا عندي مثلا هنا الراوتر واخد 0.1 والبي سي الدي اتش بي سيرفر يكون مثلا واخد 0.2. لازم الدي اتش سي بي سيرفر الاي بي بتاعه يكون ستاتيك، اديني بقول اهو، يعني ما يعني الدي اتش بي سيرفر ده اللي هيوزع اي بي هات، فانت لازم بنفسك انت تحط عليه ستاتيك، واضح كده؟ طب ده كلام جميل جدا. احنا دلوقتي في الدي اتش سي بي ريلي، الجهاز هيبعت دي اتش سي بي ديسكفر، واضح كده؟ الدي اتش سي بي يا شباب الجهاز بيبعته على على سورس، على ديستنيشن بورت كام؟ هيبعته على دي اتش سي بي يو دي بي، الجهاز هيبعته على بورت اللي هو ال 67، وهيطلع من السورس بورت 68. فالبي سي هيروح للراوتر، هيبعت دي اتش سي بي ديسكفر، فدي اتش سي بي ديسكفر هتوصل للراوتر. اوكي انا عايز اخلي دلوقتي دي اتش سي بي سيرفر ده هو اللي يدي اي بي هات للجهاز ده، فالجهاز هيروح للراوتر، الراوتر هيحول الباكت من برودكاست لدي اتش سي بي ديسكفر، هيحولها من برودكاست ليونيكاست، هيحولها لايه؟ ليونيكاست. فبالتالي الراوتر هتروح الباكت الى السيرفر، السيرفر هيعرف ان في جهاز طالب منه ايه اي بي، واضح كده؟ ويقوم الجهاز السيرفر مدي اي بي الى الايه؟ الى البي سي ده. طب في واحد ممكن يسالني سؤال، طب يا باشمهندس هو اف يعني السيرفر ايش عرفه ان الدي اتش سي بي ديسكفر اللي وصلت له دي خاصه بالسبنت اللي هي 10.0.0/24؟ طب انا ممكن اوصل هنا سويتش مثلا وهنا بي سي، ويبقى مثلا النتورك دي 11.0.0.0/24 اوكي، وواد البي سي طلع برضه دي اتش سي بي ديسكفر وهياخد اي بي من السيرفر. اوكي فانا هيميز ازاي ان الجهاز ده هو اللي هيديله في السبنت بتاعته اللي هي 10، وهيميز ازاي ان الجهاز ده السبنت بتاعته مثلا 11، لا هنا 12 بقى عشان 11 فوق. اوكي لا دي ببساطه جدا، لان انت عندك الباكت اصبحت يونيكاست، وهتبقى السورس اي بي بتاعها هو الاي بي بتاع الراوتر اللي هو من الناحيه دي اللي هو الاي بي هنا. اوكي وكذلك انت عندك الاي بي بتاع الراوتر هيكون من الناحيه دي اللي هو هنا، فانت السيرفر هيكون عارف ان طالما انا جات لي باكت دي اتش تي بي ديسكفر، السورس اي بي، السورس اي اي بي جاي من الاي بي الخاص بالنتورك 10.0.0.0 اوكي، فانا بالتالي هوزع في البول دي اوكي. وطالما جات لي برضو يعني مثلا هنا الراوتر واخد دوت واحد، فالراوتر بصوا يا شباب بقى، انا دلوقتي دي اتش تي بي ديسكفر هتطلع من البي سي للراوتر، اي دي اتش تي بي ديسكفر عاديه بتطلع على ايه؟ بتطلع من سورس سبورت، من سورس اي بي 4 زيروهات، صح ولا لا؟ بتروح لديستنيشن اي بي ها 4255، يعني برودكاست اول نتورك تو اني هوست. طيب الراوتر هيستلم الدي اتش تي بي ديسكفر دي، هيحولها الى هيحول هيخلي هيغير خانه السورس اي بي الى 10.0.0.1، وهيحول الديستنيشن اي بي الى الاي بي بتاع السيرفر اللي هو كام هنا بقى، اللي هو 192.168.0.2
اوكي، فانت هتطلع باكت من الراوتر الى السيرفر بالسورس اي بي ده والديستنيشن اي بي ده. فالسيرفر لما يوصل له الباكت من سورس اي بي هيقول اه بما ان الباكت جايت لي من السورس اي بي ده اللي هو ده، فاذا في جهاز جوه النتورك دي عايز ياخد اي بي، فانا هدي له اي بي في النتورك دي، وكذلك الامر هنا واضح. طيب تعالوا نشوف ايه مثال على المثال ده. انا عندي دلوقتي هنا دي اتش سي بي كلاينت اهو، هياخد اي بي، هخليه ياخد اي بي مره من الراوتر، واخليه ياخد اي بي مره من الايه، من دي اتش سي بي سيرفر اللي هو ده. فانا هوريك مثال على دي اتش سي بي اي بي العادي، وهديك مثال على دي اتش سي بي سيرفر. طيب فانا دلوقتي افتح الراوتر هنا. يعني طب انا الكونفيجريشن اللي انا هكتبها دي مش عليك انك تعرفها، فقط دي مثال عملي بوضحه قدامك. الكونفيجريشن دي كل دي هناخدها في الحصص او في المحاضرات العملي باذن الله تعالى. ف المفروض 00 اي بي ادرس اخليه 10.0.0.1. انا كده بدي اي بي للانترفيس بتاعت الراوتر اللي رايحه هنا اللي هي فاست ايثرنت 0/0. اوكي تمام، واعمل نو شت داون. اكزيت اي بي دي اتش سي بي بول لان، انا كده هكريت حاجه اسمها بول. البول اللي انا بقى ايه، يعني انا ممكن اخلي الراوتر يكريت كذا بول، يعني كذا بول يعني يوزع دي اتش سي بي في كذا ايه، لكذا لان. اوكي، فالدي اتش سي بي لكذا لان، الدي اتش سي بي للان الواحده ده بيسمى بول. هحدد الاي بي بتاع النتورك 10.0.0.0، السبنت ماسك بتاعته 255 16/20، ويا راوتر اما تدي اي بي لجهاز اديله الديفولت جيت واي اي بي 10.0.1، ويا راوتر لما تيجي تدي اي بي لجهاز اي بي دي ان اس سيرفر للجهاز قول له ان دي ان اس سيرفر بتاعك 4 8ات والباك اب بتاعك 4 3 2ات. اوكي، انا كده عملت دي اتش سي بي سيرفر على الراوتر، خلاص كده الراوتر يقدر يشتغل يوزع اي بي هات. كل اللي انا هعمله ان انا هفتح ال VMware وهشغل المكنه اللي هتوصل على الراوتر اللي هي دي اتش سي بي كلاينت. اوكي مش نو بروبلم. نفتح اوبن في امز، نشغل مثلا هو اي تي داش 1 ده. تمام، و اوكي اديله كارت في ام نت 1. دي حاجه مش مطالبه انك تعرفها، انا كده كده هشرحها في المحاضرات يعني هشرحها باذن الله تعالى في المحاضرات العملي. هنا نتورك ادابتر اهو، كاستم في ام نت 1، لا هنا في ام نت 1. اوكي تمام، وهنا السيريال بورت هنا اعمل له ريموف. اوكي تمام، اوكي كبدت. دلوقتي انا هقوم الجهاز اللي هو واصل على الراوتر هنا. فانا دلوقتي عندي مكنه الاكس بي قامت اهي، فهفتح كنا نعمل كلوز هنا. تمام حلو، انا هروح للنتورك بليسز، ماي نتورك بليسز كي مين بروبرتيز، وادي الكارت عندي بتاع الجهاز. ها خد اي بي اللي هو 10.0.0 دوت كام دوت 2، واضح كده. يعني انا لو جيت عملت ديتيلز اهو، خد 10.0.0 دوت 2 الديفولت جيت واي 10.0.0 دوت 1. هو ما خدش هنا دي ان اس سيرفر، يبقى كده انا الجهاز ده اديته قبل كده ستاتيك، يبقى ده مش اي بي دي اتش سي بي، ده اي بي ستاتيك. اوكي اها و تمام اوكي، هخليه دلوقتي بقى هو انا كنت مديله ستاتيك، هو دلوقتي هياخد بقى ايه دي اتش سي بي برضه كده. ايه هنشغل الواير شارك تر كابتشر، نعمل على الار 1 هنا فاست ايثر 0/0. ادي الجهاز اهو خد اي بي 10. بص بيقول لك ايه assigned by دي اتش سي بي اهو، assigned by
باي ده ال دي اتش بي اختصار لدايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول، يعني عشان بس ايه. فانت دلوقتي عندك الاي بي 10.0.0.2 اهو، بصوا دي اتش بي سيرفر كام اللي اداله الاي بي 10.0.1، الدي بورت جيت واي 10.0.1، الاي بي ادرس بتاعته 10.0.0.2، السبنت ماسك بتاعته 24 اللي هو 255.255.255.0، دي ان اس سيرفر 4 8ات، الباك اب دي ان اس سيرفر 4 3 2ات. فكده ايه الجهاز خد اي بي. دلوقتي نستنى الوير شارك لما يقوم. اوكي انا بس ايه هكمل كونفيجريشن ايه النتورك دي بالاي بي هات. فانت عندك هنا فاست ايثرنت 0 سلاش 1 النتورك 11.0.0.1. اوبا انا تقريبا عندي مشكلة في الواير شارك. طيب دي طيب دي هنحلها، دي انا هنحلها هنحلها انا حليت بس ايه مشكلة الواير شارك. فنبدأ نعمل ايه مرة تانية كده اهو، نعمل كابتشر. انا هعمل بقى ايه، بصوا يا شباب هعمل كابتشر، هشغل كابتشر هنا وهشغل كابتشر هنا وهشغل كابتشر هنا، واضح؟ لان انا عايز اوريك بقى ايه الكابتشرز او الداتا اللي او اللي بيحصل اول ما بشغل الجي اتش سي بي ريلي، لان انا دلوقتي عايز اخلي البي سي ياخد من السيرفر. اوكي طيب انا عندي هنا الواير شارك شغلته على كابتشر في اللينك ده، ومره اللينك ده ومره ايه اللينك ده زي ما اتفقنا. طيب عقبال ما ايه ما يشتغلوا انا هشغل السيرفر. هشغل ويندوز سيرفر 2012. فين بقى هو سيرفر اهو باشمهندس اهو، و وهوصل هنا على هعمل اد نتورك ادابتر بي ام نت 3 فانش. وهشغل ده دلوقتي انا بشغل الدي اتش سي بي سيرفر. طيب ده كلام جميل جدا. مبدئيا انا هعمل فلتر على اي بي ادرس ايكوال ايكوال 10.0.0.1 اها تمام. فانا هريست الكونفيجريشن مره تانية ديسيبل. و هنا enable اهو دي اتش سي بي اهو. طبعا هو ما جابش الدي اتش سي بي ديسكفر. نعمل مرة تاني disable. اوكي بس ادخل بس كده امر كده على الراوتر. clear اي بي دي اتش سي بي بايندينج استريك تمام حلو اوي كده. وهشغل مرة تانية غريب ان هو ما جابش الدي اتش سي بي الدي اتش سي بي اكنولوج دي اتش سي بي ديسكفر، معنى ان هو ما جابش الدي اتش سي بي ديسكفر 10.0.0.3 الدي اتش سي بي ديسكفر دي رايحه على ديستنيشن على 255.255. ها ادي الاك اهو دي اتش سي بي ديسكفر. بي سي طلع دي اتش سي بي ديسكفر من اربع اصفار لان البي سي اصلا ما يعرفش الاي بي بتاعه على 4255 برودكاست. لو ملاحظ كده هتلاقي ان طالع من سورس بورت 86 68 لديستنيشن بورت 67. اوكي تمام. بعد كده الراوتر ده الراوتر بقى ايه عرض عليه ان هو يديله 10.0.0.3. بس خلي بالك ملحوظه بقى، انا جيت قلت لكم ايه ان الراوتر لازم يتاكد ان 10.0.0.3 دي مش موجوده، واضح كده؟
اما انه يعمل بينج او اما انه يعمل ارب. يعني الراوتر اللي جه عمل ارب قال ايه 10 بعت رساله ارب برودكاست قال 10.0.0.3 اديني الماك ادرس بتاعك. لو ما فيش جهاز رد عليه يبقى اذا البي سي ده او الاي بي ده مش افيلبل، ما فيش جهاز واخده. عشان كده لو انت ملاحظ ان الجهاز اول ما عمل دي اتش سي بي ديسكفر الراوتر حب يدير 10.0.0.3، بس الراوتر حب يتاكد الاول هل 10.0.0.3 موجوده ولا لا، فلذلك طلع ارب قال الجهاز اللي هو واخد 10.0.0.3 يبعت لي الماك ادرس بتاعته، وحتى طلعها هو على ديستنيشن ماك. لو انت بصيت من تحت على 12 اف يعني برودكاست ماك ادرس، طالما ما فيش جهاز رد عليه اذا الرد الراوتر بيقول ايه، اذا البي سي ده مش او انا اسف الاي بي ده ما فيش بي سي واخده او ما فيش نود واخداه. اوكي، فبالتالي الراوتر كده اتاكد ان فعلا الاي بي ده افيلابل، يقوم الراوتر بعت له اوفر خلاص تمام ريكوست والاكنولجمنت. اوكي طيب انا دلوقتي ويندوز سيرفر ايه نظامه؟ ويندوز سيرفر لسه. لسه ويندوز سيرفر بيقوم. كده تمام اشتغل اهو. نوس يوزر نيم ادمنستريتور الباسورد يا رب اكون فاكره. تمام. اها نجيب سيرفر مانجر. سيرفر مانجر ده يعتبر ايه البرنامج او مش ده مش برنامج ده مجموعة تولز يعني انت عن طريقها بتمانج السيرفر بتاعك. عن طريق السيرفر مانجر بقى تقدر تسطب ال DHCP سيرفيس ال FTP سيرفيس ال ويب سيرفيس. تمام. طيب انا دلوقتي بقى ايه هشغل ال هجيب tools واجيب DHCP. اها انا دلوقتي هعمل دي اتش سي بي سيرفيس على ال ايه الويندوز سيرفر 2012 يدي اي بي هات الى طبعا دي سكوبس دي كل دي اي بي هات انا عاملها على ويندوز سيرفر 2012. يعني دي كنت عاملها على نتورك كده بس انا ايه يعني هعمل لها ديليت. ديليت سكوب. this scope may have clients are sure yes please detect the scope from the relationship. بعدين يعني عشان انا عامل فيل اوفر. طيب configure فيل اوفر. طيب هو بس عشان في مشكله في الدي اتش سي بي سيرفر فانا هعمل ايه تعديل بسيط جدا. هحول الاي بي بتاع النتورك من 10.0 لخليه مثلا اخليه 172.16.0.0 يعني اي بي ادرس 172.16.0.0 لا دوت واحد هنا الاي بي بتاع الراوتر. اوكي وهلغي الدي اتش سي بي بول اللي انا عاملها. تمام كده و هروح بقى من ال
السيرفر، هروح للسيرفر هعمل كليك يمين نيو سكوب. دلوقتي هنعمل دي اتش بي سيرفرز، دي اتش بي سيرفر او بول الى عشان توزع على 192.16. هسميها مثلا اي حاجه لان الستارت 16 0. هيقول لك انا ادي ايبات من اول ايه، يستحسن يعني المفروض تدي ايبات من اول ايه، من اول اتنين لان الراوتر واخد 0.1، ولكن يستحسن انت مثلا تعملها من اول 20، لان انت حاول تخلي شويه ايبيهات في الاول. يعني يعني دي اتش بي هيدي من اول 20 لحد مثلا ايه 254، فخلي مثلا عندك شويه ايبيهات دي اتش بي سيرفر ما يوزعش فيها، لان انت مثلا هتحتاج اجهزه تدي لها ستاتيك اي بي، زي مثلا انت عندك الطابعه البرنترز مثلا، بعض الانواع في كاميرات المراقبه وهكذا. فهنا مثلا اللينس هنا هخليه سلاش 24 اللي هو السبنت ماسك. هنا مش هعمل، لا انا كده مش هعمل اكسكلود. اكسكلود يعني هو بيقول لك لا انا هدي من اول 20 254. هل انت عايز تمنع مثلا ان انا ما اديش اي بيهات مثلا في النص ما بينهم، يعني ما اديش مثلا من اول 21 لحد 26؟ لا انا ادي من اول 20 254. this option. طب الراوتر بير، الراوتر اللي هدي لك كلاينت هيكون كام؟ 172.16 16 دوت 0 ماشي دوت 0 بي اي ايوه 1، واعمل اد. والاجهزه اللي هتاخد دي اتش سي بي، دي اتش سي بي اي بي هدي لها، هقول لها ان الدي ان اس بتاعتك 4 4 3 8. هو طبعا بيقول لك هتشيك ان الدي ان اس سيرفر ده شغال ولا لا، اللي هو بتاع 4 8، بس هو كده كده مفيش انترنت، فهو هيقول لك نوت فاليد، يعني انا مش موصل السيرفر بالنت. طيب انا هنا هعمله هنا داون، والباك اب هيكون، الباك اب هيكون 4 3 2. طبعا هيتشيك برضو هيقول لك اللي هو نوت فاليد لان انا مش موصل السيرفر بالنت. اوكي و ماشي لا نسيب ده فاضي ماشي. اكتيفيت ذا سكوب ناو اوكي فينش. تمام انا كده عملت البول اللي هي بتاعت ايه اللان، حلو قوي كده. طيب انا دلوقتي عايز البي سي، انا عايز البي سي ياخد الاي بي من السيرفر ده، هعمل ايه؟ هعدل بس شويه حاجات في الكونفيجريشن. اي بي هيلبر بس سيتنزيو سلو اي بي هيلبر ادرس 192.168.0.2. اوكي الامر ده معناه ايه؟ الامر ده كاني بقول للراوتر اما جهاز عندك يعمل دي اتش سي بي ديسكفر برودكاست، عديه او حوله من برودكاست اليونيكاست، ووصله الى الديستنيشن اي بي اللي هو 192.168.0.2 اللي هو اي بي ايه الدي اتش سي بي سيرفر. واضح كده؟ طيب ده كلام جميل جدا. هنا برضو هنا على الراوتر هعمل بقى ايه؟ هنا لا ممكن اعمل نو راوتر وسبي فون. اوكي هعمل هنا راوتر يوجر بي 1 وهنا نتورك نو اوتو سامري. اوكي وهفتح الراوتر 2. اوكي كومبتي راوتر اي اجن نتورك نو اوتو. تمام كده. طيب لو انا جيت من الراوتر عملت طبعا الدي اتش بي سيرفر، انا لسه مد يعني المكنه دي انا لسه ما اديتهاش الاي بي بتاعها، فانا هديلها دلوقتي الاي بي بتاعها، المكنه بتاعت الويندوز سيرفر 2012 اديلها اي بي اللي هو 192.168.0.2، لان انا قلت الدي اتش بي سيرفر اديله الاي بي بتاعه ستاتيك. هكليك يمين هنا اوبن نتورك اند شيرنج سنتر تشينج ادابتر سيتنجز، و هروح هنا واعمل بروبرتيز واغير بقى هنا الاي بي 192.168.0.2 192.168.0.2 سبنت ماسك. لا هنا دوت هنا زيرو وهنا دوت واحد. اوكي
ودينس مثلا خليه 4 8ات، ودينس 4 3 2ات، وادوس اوكي. تمام، لو جيت من راوتر 2 عملت دو بينج على السيرفر اللي هو 192.0.2 بيعمل بينج اهو. ولو انا جيت طب تمام، لو انا جيت مثلا من راوتر 1 من راوتر 1 عملت دو بينج على 192.168.0.2 بيعمل بينج على السيرفر، يعني الراوتر عارف يوصل لايه الدي اتش سي بي سيرفر هنا. طيب ده كلام جميل جدا. هعمل كابتشر هنا، على الواير شارك هنا، على فين؟ على اللينك ده. ادي الواير شارك ايه شغال اهو. تمام، انا هعمل كابتشر على الداتا اللي رايحه الى 192.168.0.1 اللي هو انا اسف دوت 2 اللي هو بتاع السيرفر. حلو كده، اللي هي الداتا اللي رايحه على السيرفر. هروح للبي سي، هخليه ياخد دلوقتي ايه، هيخليه ياخد اي بي طبعا عشان هو عمل سبام. تمام، نعمل هنا ديسيبل، ممكن اعمل ريبير مش مشكله، واعمل هنا انيبل. بصوا بقى يا شباب، بصوا بقى، طلعت باكت من 172.16.0.1 من مين؟ ده مين 0.1 ده اللي هو ايه الراوتر، طلع على ديستنيشن اي بي 192.168.0.2 راح دي اتش بي سيرفر، دي اتش سي بي ديسكفر، بيقول له يعني يا سيرفر يا 192.168.0.2 بي جهاز عندي بيعمل دي اتش سي بي ديسكفر. فالسيرفر راح عمل ايه؟ السيرفر راح خلاص انا هدي 172.168.0.2 دي اتش سي بي اوفر، اوكي دي اتش سي بي ريكوست وهكذا. دلوقتي الايه السيرفر رد على الراوتر وقال له ايه، انا باوفر بس مش الاي بي اللي هو بقى ايه 192.168.0.1، لا انا باوفر ايه بقى. لو جينا عملنا هنا لو انا مثلا رحت هنا للبي سي، هتشوف البي سي هنا خد اي بي كام، خد 20 لان الراوتر هنا السيرفر بيدي 20 لان انا حددت البول. لو انا جيت فتحت الباكت دي كده وعايز اشوف بقى السيرفر ادى او بيعمل اوفر على انا اي بي، عمل اوفر على يور كلاينت اي بي ادرس، يعني السيرفر بيروح يقول للراوتر يقول له يور كلاينت اي بي ادرس 192.168.0.20. واضح كده؟ لا، وانت هتلاقي حاجات تانية بقى. قال له ايه مثلا؟ قال له ان الراوتر ان الجهاز ده الراوتر بتاعه 192.16.0.1، يعني البي سي اللي السيرفر هيديله الاي بي بتاعه اللي السيرفر بيقول له ان الراوت الديفولت جيت واي بتاعتك 192.16.0.1، وكذلك الدومين نيم سيرفر اللي هو الدي ان اس الاي بي بتاعه 4 8ات، وكذلك انت ليك باك اب برضه اللي هو 4 3 2ات. اظن مالكش حجه، يعني انا وريتك الفروقات ما بين الدي اتش سي بي، وريتك ايه؟ وريتك الفروقات اللي ما بين الدي اتش سي بي الاستاتيك والدي اتش سي بي اي بي والدي اتش سي بي ريلي. طيب ده كلام جميل جدا. الاي بي فيرجن 4 كلاسز، ايه هي الاي بي فيرجن 4 كلاسز؟ قال لك بما ان انا عندي في الاي بي 4 اوكتت، مثلا اوكتت في اكس 1 اوكتت، سميت الاوكتت الاولاني اكس 1 اكس 2 في اكس 3 اكس 4. فقال لك اذا كان بقى انا دلوقتي الاكس 1 ده هيتراوح من كام لكام؟ هيتراوح المفروض من 0 الى 255. واضح كده؟ طب ده كلام جميل. قال لك انا هقسمه رنجات، قال لك انا عندي كذا كلاس، كلاس A كلاس B كلاس C كلاس D كلاس E. كلاس A هي الاي بي هات اللي بتتراوح في الاوكتت الاول، انا كل ده بتكلم عن الاوكتت رقم 1 من 1 ل 127. تمام، يعني الاي بي هات اللي هي من 1 ل 127 اللي اولها بيبدا من اما من 1 او الى 127 دي اي بي هات كلاس A. كلاس B من 128 الى 191، اذا كانت بتبدا من 192 الى 223 يعني عندها الرقم الاولاني في الاوكتت الاولاني بيتراوح من 192 223 ده كلاس سي، واذا كان من 224 ل 239 ده كلاس دي، ومن 240 ل 254 ده كلاس اي. طيب الاي بي هات اللي هي في كلاس اي الديفولت سبنت ماسك بتاعها
السبنت ماسك ليه اسم تاني ان هو النت ماسك. الديفولت سبنت ماسك بتاعها بيبقى سلاش 8 يعني 255.0.0.0. طيب يبقى هنا ايه؟ هنا بتبقى سلاش 8. طيب الكلاس بي الديفولت سبنت ماسك، الديفولت يعني الاساسي اللي هو يعني ايه، اي اي بي كلاس مثلا بي بيتولد كده بايه؟ بسلاش 16. اوكي 255.255.0. طيب كلاس سي سلاش 24. لا هنا بقى انت ممكن تقول لي ثواني يا باشمهندس، هو انت مش لسه مدي للجهاز مثلا يعني 10.0.0.0؟ انا طبعا غيرت الاي بي ده، بس انت كنت بتديله 10.0.0.0 سلاش 24. اقول لك اه، شوف القاعده الجميله دي بقى، اي جهاز بكلاس يقدر ياخد السبنت بتاعته او سبنتس الكلاسز اللي بعده. واضح كده؟ يعني كلاس ايه يقدر ياخد يقدر ياخد سلاش 8 اللي هي السبنت بتاع السبنت ماسك بتاعت الكلاس بتاعته، او يقدر ياخد سلاش 16، او يقدر ياخد سلاش 24. يعني يقدر ياخد السبنت بتاعته او السبنت الخاصه بيه الكلاسز اللي بعده اللي هو كلاس بي او كلاس سي. ولكن كلاس بي يقدر ياخد الكلاس بتاعته اللي هي سلاش 16، انا اسف السبنت ماسك بتاعته اللي هي سلاش 16. طب والسبنت ماسك كذلك بتاعت الكلاس اللي بعده اللي هي كلاس سي اللي هي سلاش 24، لكن ما يقدرش ياخد بتاعت ايه؟ كلاس ايه. You can go forwards يعني تقدر تروح من ايه لقدام، but you can't go backward ما تقدرش ترجع من كلاس تديله سبنت لكلاس قبله. واضح كده؟ يعني تقدر كلاس ايه يقدر ياخد كلاس ايه او كلاس بي او كلاس سي السبنت ماسك بتاعته، كلاس بي يقدر ياخد السبنت ماسك بتاع كلاس بي اللي هي بتاعته الديفولت، او يقدر ياخد بتاع كلاس سي. كلاس سي ما يقدرش ياخد اي حاجه الا سلاش 24. واضح كده؟ ما يقدرش ياخد يعني مش حاجه الا يعني ما يقدرش ياخد حاجه اصغر من سلاش 24. واضح كده؟ يعني 16 او 8. طيب طب كلاس دي وكلاس اي، كلاس دي قال لك ان ده بيستخدم في المالتي كاست. احنا مش قلنا يا جماعه ان احنا عندنا يوني كاست؟ واضح كده؟ يوني كاست وعندنا برودكاست. يوني كاست ده من 1 تو 1، واحد بيكلم واحد، برودكاست من واحد لكله. وعندي برضو ايه مالتي كاست؟ المالتي كاست ده اللي هو ايه؟ المالتي كاست اللي انا واحد بيكلم مجموعه يعني بوينت، اوكي بتكلم ايه؟ عندي مثلا 3 بوينت قصادها فبتكلم 2 بوينتس، ما بتكلمش الثلاثه مع بعض، لان لو البوينت دي عملت كوميونيكيت مع الثلاثه كلهم هيبقى برودكاست، لا بيكلم مثلا مجموعه من الكل، ده المالتي كاست. فاي اي بي بيطلع مالتي كاست بيبقى بيتراوح الرينج بتاعه 224 الى 239. وكلاس اي ده بيستخدم في الاغراض العلميه بقى، ده بيستخدم في الكوميونيكيشن ما بين الاقمار الصناعيه والكلام ده كله. ده دي يعني احنا عندنا الرينج ده مش بيستعمل، ده بيستخدم في الاغراض العلميه، الاغراض الاكسبيرمنتس اللي بتحصل في اجهزه الاتصالات والحاجات دي كلها. فده اللي هو الرينج اللي هو 240 254. فانت عندك اي بي سي من الاخر يا اما ياخد اي بي في كلاس اي او كلاس بي او كلاس سي. لكن هل ينفع بي سي اديله اي بي في كلاس دي؟ ما ينفعش، لان ده محجوز للمالتي كاست ادريسنج، وده ما ينفعش كلاس اي لان ده محجوز للاغراض الايه الاكسبيرمنتال، الاغراض التجريبيه. واضح كده؟ طيب ده كلام جميل جدا. طب في حاجه برضو ايه اخيره يعني ايه افهمها لكم، ازاي اقدر احفظ الكلاسز دي خصوصا بقى ايه الناس البيجنرز. انا هديكم طريقه حلوه جدا 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 تحفظكم الكلاسز دي. بصوا يا شباب، انا كده كده هاخد التحويلات من الباينري للهكس للديسيمال والكلام ده كله، بس يعني لو انت عندك باك جراوند عن الباينري انت المفروض عارف ان لو انا عندي مثلا الرقم عايز احوله لباينري، يبقى مثلا عندي 20 عايز احوله لباينري، كل اللي انا هعمله ان انا هحط الايه الديجيتس بتاعتي اللي هي 1 2 4 8 16 32 64 128. طب انا عشان احول ال 20 دي بعمل ايه؟ احط واحد تحت ال 16 وواحد تحت ال 4 والباقي كله سبار، يبقى دي ناتج التحويل بتاعت الايه؟ بتاعت ال 20. واضح كده؟ طيب انا عندي بقى ايه كلاس ايه؟ انا يعني وريتك مثال احول ازاي من ديسيمال الى باينري باختصار شديد جدا، لكن انا هشرحه بتفصيل ممل الفيديو الجاي. كلاس ايه؟ قال لك ان انت في اول اوكتت المفروض في 8 زيروهات يعني 8 بيتس. واضح كده؟ طيب قال لك ايه؟ ثبت اول زيرو نزله تحت، هو ده المفروض يديك كام؟ هيديك زيرو. واضح كده؟ ثبت اول زيرو نزله تحت وحول الباقي الوحيد، ده هيديك كام؟ ده هيديك 127. بعض الكتب يعني انت عندك هنا الرينج من كام؟ من 0 ل 127. بعض الكتب بعض المراجع بتقول لك ان انت عندك كلاس ايه بيتراوح من 0 ل 127، وفي بعض الكتب بتقول لك ان هو بيتراوح من 1 ل 127، لان طبعا انا ما فيش عندي اي بي يبدا من الزيرو.
واضح كده يعني، او مفيش جهاز في كلاس ايه يقدر ياخد اي بي من الزيرو. يعني انك يعني الرينج اذا كان من 127، من 1 ل 127 او من 0 ل 127 ما تفرقش. يعني انا مش عايزك تتلخبط في الحته دي. يعني يعني انت ممكن تلاقي باكت طالعه من سورس، من سورس اي بي بدايته زيرو، زي الباكت اللي طالعه في دي اتش سي ديسكفر، ما انت الجهاز عندك بيطلع من 4 اصفار. واضح كده؟ فانا كتبت لك من 1 ل 127، او انك تقولها من 0 ل 127 مش مشكله. وكذلك ان انت عندك هنا في كلاس، عندك في كلاس اي ممكن تقول من 240 ل 255، بس خلي بالك ان انت 255 دي ايه، خاصه ببرودكاست. اوكي طيب، فانا هحفظك بقى الطريقه اللي انت عندك كلاس ايه، ثبت اول زيرو ونزل الباقي كله اصفار، فانت هيديك كام؟ هيديك 127. طب كلاس بي قال لك ايه؟ قال لك اعمل واحد زيرو، واضح كده، وبعديه 6 اصفار، ونزل الواحد زيرو والست اصفار دول حولهم ل6 وحايد. يعني انا بثبت، انا هنا ثبتت اول زيرو وهنا ثبتت اول واحد زيرو، فهنا هيديني كام؟ ده هيديني 128 صح ولا لا؟ طب ده هيديني كام؟ ده هيديني 191. ها طيب كلاس سي واحد واحد زيرو، واحد واحد زيرو، وهنا برضو 5 اصفار. اوكي ده هيديني كام؟ 192، لان انت لو جمعت ال 64 اللي فوق الواحد رقم 7 والواحد رقم 8 128، لو جمعت ال 64 زائد 128 ديك 192. طب لحد كام؟ قال لك نزل الواحد واحد زيرو دي، نزل واحد واحد زيرو. اوكي واعمل كل واحد، باقي كل واحد ده هيديك كام؟ ها ده هيديك 200. هيديك كام بقى؟ ده المفروض هيديك 200 من 102، من 192. انا فعلا انا تقريبا شكلي نسيت. من 100، من 192 الى 223، 223. لو انت جمعت البيتس هنا على ده هيديك كام؟ 223. طب تعالوا نتأكد. انا برضو يعني انا ايه، عايز اتأكد برضو. لو انا هجيب هنا اهو بروجرامر باينري هنا اهو، وهكتب 110 واحد 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 واحد، ده كام بالدسمال؟ 223 فعلا. اوكي طيب، فدي الايه التحويلات. دي طريقه كده تحفظك ان انت عندك الرنجات بتاعت الكلاسز. هنا ثبت اول زيرو في كلاس ايه، ثبت في كلاس بي، ثبت اول واحد زيرو اعمل واحد زيرو. طب في كلاس سي ثبت اول واحد واحد زيرو، والباقي كده طالما انا بقول لك ثبت يعني في بدايه الرينج ونهايته البيت ده ثابت زي ما هو. بتغير بقى هنا من مثلا من 6 اصفار الى كام؟ 6 وحايد. هنا من 5 اصفار الى، او من هنا من 7 اصفار ل 7 وحايد، هنا من 6 اصفار الى 6 وحايد، هنا من 5 اصفار الى 5 وحايد. فيديك الرينجات اللي احنا اتكلمنا عنها. طيب ده عشان لان انا يهمني طبعا كلاس ايه وكلاس بي وكلاس سي، انا اديتك الاكرونيم دي تحفظها في كلاس ايه وكلاس بي وكلاس سي. يهمني جدا ان انت تحفظ الايه الرنجات بتاعت الثلاث كلاسز دول بالذات، لان ده دي الحاجات دي الايبيات اللي بديها للبي سيز. طيب ده كلام جميل جدا. تعالوا بقى نشوف الايه الاي بي فيرجن بورت تايبس. طيب انا دلوقتي يا باشمهندس اتفقنا ان من اول واحد ل 127 ده كلاس ايه، وده اقدر اديه لاي بي سي. طيب وعندي برضو من في كلاس بي من 128 الى 191 ده كلاس ايه؟ ده كلاس بي. طب كلاس سي برضو من 192 الى 223، يعني انا اقدر ايه دي الرنجات اللي اقدر اديها ايه للاجهزه. ولكن اوكي تمام، ولكن انا عايزك تحط في اعتبارك حاجه. الاي بي عبارة عن كم اوكتت؟ المفروض تقول لي 4 اوكتت. طب كل اوكتت فيه كام بت؟ المفروض تقول لي 8 بت. يعني الاي بي فيه كام بت؟ هتقول لي المفروض الاي بي فيه 32 بت، اي بي فيرجن بور فيه 32 بت. طب تقدر تقول لي عدد الاي بيهات الكلي اللي اي بي فيرجن بور يقدر يديه؟ المفروض هتقول لي 2 اس 3 2 اس 32. انا لو عندي 2 بتس اكس، قد يكون الاكس دي 0 او 1. لو عايز اجيب عدد الاحتمالات اكس دي ممكن تكون ايه 0 0 صح، ممكن تكون 0 1، ممكن تكون 1 0، ممكن تكون 1 1. فانا عايز ادي عدد الاحتمالات اللي اي بي فيرجن بور يقدر يديها، يعني عدد الابيات اللي اي بي فيرجن بور يقدر يديها، فهقول 2 اس 32. لان انا مثلا هنا هو هنا اداني كام احتمال؟ هنا اداني اربع احتمالات، لان عدد الاحتمالات اللي هيديهاني اكس اكس ال 2 بيتس بس هيبقى 2 اس عدد البيتس اللي هو كام؟ 2. 2 اس 2 هتساوي كام؟ تساوي 4. طب انا عندي اي بي فيرجن بور عباره 32 بت، عدد الاحتمالات يعني عدد الاي بيات اللي ممكن يديها كام؟ 2 اس 32. فده هيديك رقم شويه كبير، يعني يديك 4 مليار وشويه فكه. واضح؟
عدد الاجهزه الموجوده على مستوى العالم اللي بتقدر تاكسس مثلا على الانترنت مع الاحتفاظ بالقاعده، مع التركيز على قاعده ان ما ينفعش جهازين ياخدوا نفس الاي بي، واضح كده؟ طيب انت دلوقتي انت عندك في البيت عندك اللابتوب بتاعك واخد اي بي، تمام كده؟ طيب وعندك الايه الموبايل فون بتاعك، الموبايل بتاعك واخد اي بي، عندك الكمبيوتر بتاعك واخد اي بي، كل شخص عنده 3 4 اجهزه بيخش بيهم على الاكسس بيهم مثلا على الانترنت، وكل جهاز من دول ياخد اي بي، فبالتالي انا الرقم هيعجز معايا. يعني انا عندي عدد الاجهزه الكلي على مستوى العالم اللي هيخش هيعدي ال 4 مليار، هيعدي ال 4 مليار. فاحنا بدانا نقسم بقى، قال لك ايه؟ قال لك تعالى لي بقى، قال لك انا هقسم الاي بيهات في العموم لبرايفت وبابليك. برايفت يعني انت طالما، يعني تعالى على سبيل المثال كده هديك مثال. اوكي انا دلوقتي عندي البيت، انا عندي في البيت، وتعالوا نشرحها على الوايت بورد عشان تبقى الايه الدنيا واضحه. اها اه تمام انا همسح اهو. ناخد مثال، انا دلوقتي عندي في البيت انا كاحمد رأفت عندي الراوتر بتاعي، اوكي، والراوتر واصل على الكمبيوتر بتاعي. السيمبل دي يعني كأن انا موصل سويتش، اوكي. طيب الراوتر بتاعي طالع على ايه، الاي اس بي، صح ولا لا؟ طيب مثلا واحد صاحبي اقول اسمه محمد، اوكي، برضو طالع من الراوتر بتاعه، اوكي، طالع من عن طريق من الجهاز بتاعه للانترنت عن طريق الراوتر بتاعه. حلو قوي كده. طيب انا الاي بي لو انا جيت كلمت محمد في التليفون قلت له محمد انت الاي بي اللي عندك في النتورك كام، او الاي بي بتاع الجهاز بتاعك كام، هيقول لي 192 مثلا، 168 دوت 1 دوت 1 سلاش 24، لا دوت 2 مثلا، الواحد ده اللي هو واخده الراوتر. طيب بقول له يا راجل يعني انت عندك 192.168.1.2، دوت 1 دوت 2، ده انا عندي برضو مثلا 192.168.1.2 دوت 1 دوت 2، انا برضو عندي الجهاز واخد نفس الاي بي ده، طب ازاي بنتاكسس على الانترنت واحنا لينا نفس الاي بي؟ اقول لك اه، هنا بقى تعالى فرق ما بين البابليك والبرايفت. الاي اس بي، الاي اس بي بيبقى فيه دي اتش سي بي سيرفر. الدي اتش سي بي سيرفر ده اول ما الراوتر بتاعك ياكسس على النت، الراوتر بتاعك يفتح، يعني اول ما الراوتر بتاعك يباور اون، الدي اتش سي بي سيرفر بيدي اي بي للايه، بيدي اي بي للراوتر، واضح كده؟ بيدي اي بي للراوتر. انت مثلا عندك في مصر الرينج الشهير اللي احنا شغالين عليه اول 41، فمثلا هيدي الراوتر ايه، الراوتر ده هيدي له اي بي 41.30.2.5، وهيدي للراوتر ده اي بي 41.30.4.3 مثلا دوت 6. هل الدي اتش سي بي سيرفر يقدر يدي جهازين نفس الاي بي؟ الاجابه لا، الاجابه لا، الاجابه ايه؟ لا. فانت عندك الراوترين دول الاي بي اللي واخده الراوتر مثلا راوتر واحد وراوتر اتنين في الوش المقابل للاي اس بي، الاي بيهين دول مختلفين. اللي بيحصل بقى ان انا كمثلا كاحمد اما اجي اخرج عن طريق الراوتر، اخرج عن طريق الراوتر، انا بخرج المفروض من سورس اي بي كام؟ 192.168.1.2، حلو كده؟ السورس اي بي بيتغير من 192.168.1.2، الراوتر بيغيره الى سورس اي بي ال 41.30.2.5. ازاي؟ ازاي يعني انا بخرج للانترنت وكاني 41.30.2.5؟ كذلك كذلك محمد صاحبي هيجي يخرج برضو من الجهاز بتاعه، من اللام بتاعته، هياخد اي بي مش 192.168.1.2، لا ده هياخد 41.30.3.6. فاحنا كده دخلنا على الانترنت بتو اي بيز مختلفه ولا لا؟ المفروض الاجابه تكون اه. طيب واحد هيجي يسالني سؤال رخم، طب يا باشمهندس افرض انت عندك جهازين كمان، جهاز كمان واصل، طب الجهاز ده هيخرج هو الجهاز ده بنفس الاي بي؟ اقول لك لا، ده الراوتر اكيد الجهازين دول مش بيخرجوا من سورس بورت. المفروض تقول لي اه اكيد بيخرجوا من سورس بورت، فالراوتر بيقول ان انا عندي اي بي تحول من 192.168 واحد دوت اتنين، الاي بي ده خارج من سورس بورت مثلا 2040، هحوله الى 41.30.2.5، تمام؟ وهيقول ان في جهاز تاني 1.3 خارج من سورس بورت مثلا 30 50 3050، خارج برضو على 41.30.2.5، بس هنا على سورس بورت كام؟ هنا على برضو 2040، وهنا على 3050. فهنا الجهازين بيخرجوا على الانترنت بايه؟ بنفس الاي بي، ولكن السورس بورت مختلف. انا اسالك سؤال، هل ينفع جهازين يطلعوا بنفس السورس بورت؟ الاجابه ينفع اه، ولكن يعني في الحالات الايه الحرجه، يعني قلما ما تلاقي جهازين بيخرجوا من نفس النتورك بنفس السورس اي بي،
بنفس السورس بورت، لان ده بيتم لان كل ويندو كل اوبريتنج سيستم من كل جهاز بيجنريت الجوريزم عشان يختار من 1024 الى كام، الى 65535. تخيل انت تخيل انت جهازين سبحان الله يختاروا سورس بورت بالرينج ده، نفس السورس بورت. حتى لو حصلت ان هم اختاروا نفس السورس بورت، في جهاز هيوصل قبل التاني، فالجهاز اللي هيوصل مثلا قبل التاني هيخرج على نفس السورس بورت بتاعته. ولكن افرض الجهاز ده خرج برضو على 2040، هو طلع برضو 2040، فالراوتر لا هيقول له انا هديك 2040 بلس 1، يعني انت هتخرج من 2041، والراوتر يبعت نوتيفيكيشن الى الويندوز عشان يغير السورس بورت من 3050 الى 2041. في بعض الحالات فعلا كان الراوتر بيعمل نوتيفيكيشن للويندوز بيغير السورس بورت، وبعض الحالات الراوتر بيقول خلاص انا اخرجك على 2041، بس اما تيجي باكت على الديستنيشن اي بي 41.30.2.5 على الديستنيشن بورت 2041، الراوتر بيقوم محول الاي بي، وكذلك بيقوم محول ايه الديستنيشن بورت، الديستنيشن بورت بيحوله. لكن هنا الراوتر ميجي انكومينج كونكشن على الاي بي ده وعلى البورت ده، فالراوتر هيحول الاي بي لكن مش هيحول الايه البورت، لان البورت هيفضل ايه زي ما هو. تمام كده، يعني اتمنى يكون الموضوع ده اتفهم. دي التقنيه دي اسمها النت، النتورك ادرس ترانزليشن، يعني ترانزليشن ترجمه. اوكي طيب، نيجي بقى ليه التايبس بقى. انا عندي الايبادات اللي يقدر اي جهاز ياخدها جوه اللان، جوه اللان. وخلي بالك ان البرايفت اي بيز اللي هي الايبادات اللي بياخدها الجهاز جوه اللان ما يقدرش يطلع بيها بره الايه بره اللان بتاعته، ما يقدرش يطلع بيها الانترنت مثلا، لان بيتم ايه عمليه النات، بيتحول من برايفت اللي هي 192 اللي احنا خدناها في المثال السابق الى 41 اللي هو ده بيسموه بابليك اي بي، بيتحول من برايفت اي بي لبابليك اي بي. طيب الاجهزه اللي اقدر او الاي بيهات اللي اقدر اديها للاجهزه جوه اللان ثلاث رنجات، من 10.0.0.0 ل 10.255.255.255، ومن 172.16.0.0 ل 172.31.255.255، ومن 192.168.0.0 ل 192.168.255.255. دي الاي بيهات اللي اقدر اديها للاجهزه جوه اللان حسب المثال السابق اللي احنا لسه شارحينه. اللوب باك، اللوب باك ده رينج بيتراوح من 127.0.0 ل 127.255.255. بستخدم الاي بيات دي، دي ايه اللوب باك ده؟ قال لك بمنتهى البساطه، انت جالك واحد يقول لك يا باشمهندس ده انا عندي مشكله في ان الجهاز بتاعي مش عارف يطلع الانترنت. تمام كده، طب انت ادي دلوقتي عندك الجهاز بتاعك اهو، الجهاز بتاع العميل طالع على راوتر، الراوتر مطلع على الانترنت. المشكله قد تكون في كارت الادابتور بتاع الجهاز، او مشكله قد تكون في البورت اللي رايح من الجهاز من الراوتر الى البي سي، او في البورت الاكسترنال اللي خارج من الراوتر للاي اس بي، او مشكله تكون في الاي اس بي ذات نفسها. واضح؟ طيب اللوب باك، اللوب باك يخليك تتاكد هل الجهاز او النتورك ادابتور الخاصه بالجهاز شغاله ولا لا. كل اللي عليك ان انت هتعمل بينج على 127 دوت اي حاجه لحد 255، يعني ممكن تعمل 127 يعني في اغلب الحالات بنعمل على 001 ده في الايه في الكومن كيسز، اعمل بينج على 127.0.0.1 زي ما انا دلوقتي عامل بينج اهو. لا مش الكالكوليتر سين دي، بينج على 127.0.0.1 اهو بيبنج، يعني انا عندي النتورك ادابتر بتاعه الكارت بتاعي شغاله، وكذلك التي سي بي اي بي انيبلد على النتورك ادابتر بتاعتي. انت تقول لي يعني ايه تي سي بي اي بي انيبلد؟ اقول لك ما احنا دلوقتي اتفقنا ان احنا المره اللي فاتت من المحاضره بتاعه التي سي بي اي بي ان كل الاجهزه اللي شغاله على مستوى على مستوى العالم بالشبكات وكده شغاله دلوقتي بالتي سي بي اي بي. هتقول لي يعني هم مش شغالين بالاوساي موديل؟ لا، هقول لك هم شغالين بالاوساي موديل، بس احنا قلنا تي سي بي يعني فيما معناه ان هو نسخه محدثه من الايه الاو اس اي موديل. طيب ده كلام جميل جدا، فمعنى ان هو تي سي بي اي بي انيبلد عليه يعني ان الكارت ده يقدر يفهم بروتوكولات الايه التي سي بي اي بي الاوتوماتيك. قال لك افرض جهاز بقى جه دخل على النتورك، لا استاتيك عليه ولا لا دي اتش سي بي سيرفر يديله اي بي، الجهاز هيقوم مدي لنفسه اي بي اوتوماتيك في الرينج من 169.254.0 ل 169.254.255. فانا دلوقتي عندي بي سي، عندي سويتش متوصل عليه مثلا بي سي 1 وعندي هنا بي سي 2، فالاثنين دول انا ما اديتهمش ستاتيك اي بي، والاثنين دول ما عندهمش دي اتش سي بي سيرفر يديلهم اي بي هات. اذا كل واحد هي جنريت اي بي يدي لنفسه، يعني ده مثلا يدي 169.254.0.1 والبي سي ده هياخد 0.2،
هسألك سؤال، هل الاثنين دول كده في نفس النتورك؟ لا، المفروض تقول لي اه في نفس النتورك، واضح كده؟ لان ده بيبقى على سلاس 16، يعني ده ال 169 254 ده بيبقى على سلاس 16، يعني ده كلاس ايه؟ ده كلاس بي، واضح كده؟ فبالتالي اقدر الاجهزه دي كلها تقدر تكومينيكيت مع بعض، حتى لو ما عندهاش اي بيات، حتى لو ما فيش حد ادالها دي اتش سي بي اي بي، تقدر يقدروا يعملوا كوميونيكيشن مع بعض عن طريق ان كل واحد بيجنريت، كل جهاز بيجنريت لنفسه اوتوماتيك اي بي. خلي بالكم ان هو بيجنريت الاوتوماتيك اي بي ده راندوم راندوم، يعني ما حدش يسالني طب هو امتى يختار 01 امتى يختار 02، لا ده راندوم. اوكي طيب، ال challenging test المحاضرة كانت طويلة جدا، نبدأ نحل بقى ايه أسئلة الإكزام. بيقول لك a PC has 110.0.0.56/24 IP version port address, what the broadcast IP for its network. بمنتهى البساطة سلاش عشان أجيب ده IP ايه؟ PC. أوكي مش IP network، صح ولا لأ؟ تمام. سلاش 24 يعني 255.255.255.255.0. طيب عشان اجيب البرودكاست، قال لك الزيرو اللي في السب نت ماسك الاوكتيت المقابل ليها في الاي بي حوله ل 255، فهيصبح 10.0.0.255. طيب ده الاي بي الايه؟ البرودكاست. طيب بيقول لك below are some IP version poor address ranges, select the range that's contained in كلاس بي رينج. بيقول لك انا عندي دلوقتي عندي شويه رنجات، اختار الرنجات اللي بتتراوح في كلاس بي. طيب 15 ده كلاس ايه، ل 126 ده كلاس ايه، 199 ل 199.0.0.0 199 255 255 255 ده كلاس ايه؟ ده كلاس سي. طيب 190 ل 191 ده كلاس ايه؟ ها ده كلاس ايه؟ ده كلاس بي. ليه؟ انا جيت قلت لك ان كلاس بي بيتراوح من 128 الى كام؟ 191، صح ولا لا؟ يعني من 128.0.0.0 الى 191.255.255.255، واضح كده؟ طب الدليل، لان الدليل عندي ان انت عندك كلاس سي بيبتدي من اول 192 تمام دوت 0 دوت 0 دوت 0، فاكيد كلاس بي بينتهي الى ما قبل بدايه كلاس سي بواحد، اللي هو 191 255 255 255. فده الايه؟ فده الرينج بتاع كلاس بي. طيب ا بي سي هاز 172.0.0.56/16، يعني السبلت ماسك 255 255 00، برودكاست ايه؟ يبقى 192.0.255.255. ليه؟ لان انا عندي هنا في 00 في السبنت ماسك، التو اوكتس المقابله ليها في الاي بي هحط مكانهم 255، فيبقى 192.0.255.255 ده الايه؟ برودكاست. اوكي طيب بي سي هاز ده متكرر السؤال ده. اوكي سيلكت ذا ابروبريت رينج فور كلاس بي برايفت اي بي فيرجن بور ادرس، اختار الرينج البرايفت اللي جوه كلاس بي 172.16.0 ل 192.31.255 255. ايوه هو الرينج ده، لان 10.0.0 ده برايفت اه، بس ده بيتراوح في ده في كلاس ايه، و192 192.0.0 ده اه برايفت اه، ولكن ده بيتراوح في كلاس سي. اوكي 127 ده لوب باك مش برايفت اصلا، فده اللي هو الرينج ده رينج برايفت في كلاس بي. هو قال لك نفس السؤال بس على كلاس سي. كلاس سي يبقى انت عندك 192.168.0.0، يعني اعتقد الامتحان ما فيهوش اي اشكاليه. في الفيديو النهارده اتكلمنا عن اوفر فيو على اي بي فيرجن بور استراكشر، اللي هو عباره عن 4 اوكتت، كل اوكتت فيه 8 بيتس، فالاي بي فيرجن بور ب 32 بت. هاو كان بي سي بي اسايند وذ ان اي بي فيرجن بور؟ البي سي بياخد اي بي عن طريق ثلاث حاجات، اما الاستاتيك اي بي او دي اتش بي او دي اتش سي بي ريلي، او ممكن نضيف طريقه رابعه ان هو ياخد ايه؟ اي بي اوتوماتيك، واضح كده؟ في حاله ان هو ما لقاش لا استاتيك ولا دي اتش سي بي ولا دي اتش سي بي ريلي. طيب خدنا الكلاس بتاعت الاي بي فيرجن بور، خدنا كلاس اي بيتراوح من 1 ل 127، كلاس بي من 128 الى 191، كلاس سي من 192 الى 223، وكلاس دي بيتراوح من 224 الى 239، وكلاس اي بيتراوح من 240 الى 254. خدنا الاي بي فيرجن بور تايبس اللي هو البرايفت، البرايفت ده ليه ثلاث رنجات، اللي هو الاي بيات اللي بتاخدها الاجهزه جوه النتورك ثلاث رنجات، كل رنج بيدخل في كلاس، فانت عندك الرنج الاولاني 10.0.0 ل 10.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 0
255 255 255 الرينج الثاني 172.16.0.0 ل 172.31.255 255 وكلاس سي من 192.168.0.0 ل 192.168.255 255 255 وخدنا حلينا مع بعض التشالنجينج تيست. انا اعتبر خلصت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في المحاضرات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.